أعزائنا المشاهدين، مساء الخير، وبنحب نرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج مش لوحدك. النهاردة حلقتنا على قوانين الهجرة، وزي ما ناس كتيرة جدا جدا دلوقتي قلقانة من رد إدارة الهجرة الأمريكية على حالات اللجوء الديني واللجوء السياسي، الحالة دلوقتي متأخرة والناس مش عارفة هل ترحيل الإخوان المسلمين والرئيس مرسي من مصر ده ليه سبب من أن إدارة الهجرة الأمريكية منعت الهجرة لأمريكا أو قللت منها. ناس كثيرة جدا كلمونا ومشغولين جدا جدا بالموضوع ده، واللي هيقول لنا النهاردة على حل الموضوع ده معانا ونورني أو منوراني في الاستوديو الأستاذة جيهان تومس المحامية. أهلا وسهلا جيهان، ومنوراني دايما as always في برنامج مش لوحدك. ميرسي جدا جدا على استضافتي، وأهلا وسهلا بجميع مشاهدين قناة. أهلا بيك حبيبتي. جات لنا مكالمات كتيرة قوي جيهان على ناس مشغولة قوي دلوقتي. إدارة الهجرة الأمريكية ما مش بتردش على الناس اللي عاملين عندهم حالات لجوء الديني واللجوء السياسي، والناس قلقانة مش عارفين هل قللوا من الحالات دي، حالات القبول، ولا رفضوها خالص من ساعة ما طبعا الثورة اللي حصلت في مصر. فإيه what's going on؟ يعني عايزين نطمن الناس النهاردة. لا، هو أنا عايزة أقول للناس هما ما بيرفضوش حد خالص لحد دلوقتي بالنسبة للمسيحيين، حتى بعد وقوع نظام الإخوان المسلمين من الحكم. المشكلة اللي حاصلة في إدارة الهجرة مش بس في ولاية كاليفورنيا بس، بتهيألي دي حالة عامة في جميع الولايات المتحدة، يعني في جميع الولايات كلها. اللي حاصل إنه الأوفيسرز مش قادرين تو هاندل كمية الناس اللي جاية من مصر ومن سوريا تطلب اللجوء على الحدود الأمريكية. يعني في كتير قوي ناس بتيجي تقدم، بس at the same time عندنا ناس بالهبل جاية على الحدود حتى لو كانوا جايين بفيزا، ولقوا for example ان هم داخلين مرتين ثلاثة في فترة قليلة، دول بيتحطوا في ترحيل. الناس لاقينهم داخلين معاهم ورق، الورق ده معنى كده ان هم مش داخلين سياحه، معنى كده انت جاي تطلب اللجوء، بيتحطوا في ترحيل. فالناس اللي بتتحط في الترحيل بيسموها في expedited removal proceeding او في ترحيل سريع. دي بيبقى ليها اجراءات مختلفه تماما. لازم officer من الاسايلم يعمل معاهم انترفيو عشان يشوفوا اذا كان فعلا خايفين ان هم يرجعوهم بلدهم، وبالتالي يحطوهم في محاكم اللي هي الترحيل. اوكي. فده بيتاخد نسبه اوفيسرز كتيره عشان تعمل الحاجات دي. ليه؟ في ناس بتبقى محبوسه وفي ناس محطوطه في الترحيل، فدي بتاخد برايورتي على الناس اللي هي جايه وقاعده ومقدمه. فمثلا انا هتكلم مثلا ليتس سي على ولايه كاليفورنيا، مكتب الاسايلم اوفيس سان فرانسيسكو ما بيبعتش اي حاجه، مكتب لوس انجلوس اوفيس دلوقتي بتقدمي بتقعدي بالثلاث اربع شهور ما بيجيلكيش ولا، وساعات اكتر من كده. لما تيجي تسالي يقول لك الدايركتور انا عندي 26 اوفيسر اتسحبوا من مكتبي في لوس انجلوس اتحولوا على اريزونا بوردرز، عشان في ناس جايه من اريزونا بوردرز. تيجي مثلا النهارده الاوفيسرز بتقولي احنا اربعه بس في كل مكتب لوس انجلوس اوفيس بيعمل انترفيوز للافيرماتيف. والافيرماتيف دلوقتي بيحصل لهم ايه؟ بيتحطوا على الجنب. ليه؟ بيقول لهم اوكي لو انت عندك 150 يوم قدم على الورك بيرميت او قدم على تصريح العمل. الحاجه الوحيده اللي بتمشي القضيه او ممكن الدايركتور يقبلك لو انت عندك ميديكال كونديشن. يعني لو جبتي للاسايلم اوفيس بتاعك انك انت عندك اي نوع من السيريس ميديكال كونديشن بتحتاج العلاج، انا عندي واحده تايرويد، كان عندنا اتنين كانسر، كل دي الاوراق اتقدمت وقدرت اجيب لهم انترفيوز، او عن طريق الكونجرسمان. والكونجرسمان ودايما بقولها دلوقتي على الهوا ما بيحبش يتعامل مع المحامين، لازم الشخص بنفسه يكلم الكونجرسمان. ومن كتر زحمه الكونجرسمان والكومبلين اللي جايه منهم، حتى الاسايلم اوفيس دلوقتي قال للكونجرسمان ما تدوشوناش، مش قبل ست شهور تيجي تسألني ايه اللي حصل في القضية، لان ما عندناش officers كفاية. في حاجة تانية، محامين من مكتب الديستريكت كونسل في لوس انجلوس اوفيس اتسحبوا من المحكمة عشان يعني تو هاندل البريشر او الضغط اللي جاي على مكتب الاسايلم اوفيس. فالناس مش حكاية ان هم رافضين، ان الضغط فظيع. انت تخيلي بقى سوريا كلها سابت سوريا وجايه على الولايات المتحده، وكميات كتيره جدا من المصريين كلها سايبه مصر وجايبه طالبه اللجوء. يعني البريشر من الناس اللي جايه
كانت كوب مع كميه المان باور الافيلبل في الاسايلم اوفيس. ودي مش بس في كاليفورنيا، دي حاصله في نورث كارولاينا، نيويورك ونيوجيرسي قافلينها لمده سنه ونص. واو. بيقولوا للكلاينتس ذاتس ات، يعني اتليست كاليفورنيا بتحاول تدي عن طريق كونجرسمان لو الناس زنقت عليهم بانكوريس كتير او ميديكال كونديشنز. يعني حضرتك بتقولي لو في حد عنده ميديكال كونديشن دلوقتي بيبقى اسرع شويه. بيعملوها مانيوال. بيقول لك اوكي ما استناكش انك تاخد بالكمبيوتر، او لما يبقى عندنا مان باور زياده ان احنا نسمع القضيه نحطك اون سكيدجول، ممكن يعملوها مانيوال سكيدجولينج. بس الشخص ده لازم يجيب اوراق تثبت ان هو فعلا سيريس. يعني هقول لكم حاجه، انا واحده جت قالت ان عندها حساسيه، دي اترفضت. اوكي. واحده جابت كان عندها دايجنوز وذ بريست كانسر، على طول اتاخدت. اوكي. عندي واحده ميجر تايرويد بروبلم، اتاخدت. ففي حالات بتتاخد دفنت لو عندها ميديكال كونديشن على طول. يعني نطمن الناس النهارده ان مفيش رفض. لا مفيش رفض الاسايلم كيسز خالص، لكن عشان الضغط وكميه الناس اللي مقدمه، فالاداره الهجره يعني مش قادره تكوب زي ما قلتي مع الكميه دي. ودايما بقول للناس اي حد سامعني روح كلم الكونجرسمان بتاعك، ولو ما كانش الكونجرسمان شوف المحامي بتاعك يحاول يعمل برضو انكوريس. احنا ساعات بنبعت بنروح بمحامي بيشتغل عندي في المكتب، بتروح مع الكلاينتس بتاعتي ونعمل انكوري ويطلعوا السوبرفايزر وبيسمعوا بنفسهم. السوبرفايزر بتطلع يقول ما عندناش ناس. يعني وي دونت هاف انف مان باور، فهيعملوا انترفيوز ازاي؟ انا بقول لك دلوقتي اربعه بس في الاسايلم اوفيس كله. من 48 اوفيسرز بيعملوا بس الانترفيوز. They can't handle. فإتس تو ماتش. والحالة بعد وقوع النظام الإسلامي ما أثرش بالنسبة للجوء للمسيحيين، لأن إحنا عندنا مليون حالة بعد حكاية النظام الوقع برضو جات لها. فما فيش أي مشكلة. طيب في خبر حلو سمعناه. صدر من الـ 9th Court of Appeal. 9th Circuit Court of Appeal. Appeal في لوس أنجلوس. ولمكتبك طبعا ساعد إن هو يخلق قانون جديد للهجرة هيساعد الناس فيه. فيا ريت تقولي لنا بقى هيساعد كل الإيميجرنت كوميونيتي مش بس المصريين. أي واحد هيوري إنه حصل أذى لابنه بسبب الدين أو بسبب الموقف السياسي، حتى لو كان الأب والأم دول ما حصل لهمش أي حاجة، من حق الأب والأم إن هم ياخدوا أو يمنحوا اللجوء. يعني لو جالي كلاينت النهاردة أبوه وأمه ما حصل لهمش ولا أي حاجة، وقالوا لي الابن اتحرر لاضطهاد في المدرسة وحصل له كذا ونفسيته تعبانة، بناء على قرار المحكمة الفيدرالية دي، الشخص ده الأب والأم ممكن ياخدوا اللجوء. فذاتس فيري جود. يعني ممكن الأب وما يحصلهمش ولا حاجة. ذاتس وندرفول. طب إيه الإيج اللي إحنا بنتكلم عليه مثلا؟ أني إيج؟ يعني أنا القصة أو القصة بتاعتي إن الطفلة دي كان عندها 3 شهور، والدكاترة ما ادوهاش بروبر ميديكال أتنشن عشان الأب والأم تشاينيز. فماتت. فالاب والام اخذوا اللجوء بناء على القاضي كان رفض القضيه، قال لك لا الاب والام حصل لهمش حاجه، الطفله هي اللي حصل لها حاجه، فهم مش حقهم اي حاجه. فجت المحكمه الفيدراليه قالت لا، لو اي حد حصل له اي مشكله لابنه والابنه حصلت مشكله بسبب الدين او بسبب الموقف السياسي، او من حق الاهل ان هم ياخدوا اللجوء. فدي حاجه كويسه جدا. طبعاً جدا طبعاً جدا. احنا عندنا حالات كتير قوي بتيجي في المكتب بيقولوا مثلا البنتنا تعرضت للاذى في المدرسه ومن كذا ومن المدرسين، وحصل لها مثلا سايكولوجيكال بروبلم، كل الاوراق دي ممكن تتقدم والاب والام ممكن ياخدوا اللجوء بناء عليها. That's wonderful. Which is great. والعيله كلها طبعا، يعني العيله ما هتبقى يعني كل العيله كلها حتى لو ليها اخوات تانيين. طب that's wonderful. Yeah, that's very طب واللي بيجوا عن طريق الموضوع ده بعد كده هم يقدروا يقدموا لعيلتهم مثلا في مصر لقرايبهم وكده ويجيبوهم؟ يعني قرايبهم انت عارفه اللجوء ده بيسمح انك الاب صاحب الحاله بلس الزوجه والاطفال تحت 21 سنه. يعني بعد ما ياخدوا مثلا الجنسيه هل يقدروا بعد كده يقدموا؟ طبعا بعد ما اي واحد ياخد الجنسيه ده ساري عليه يقدر يجيب الاب والام والاخوات. بس في قانون طارح اللي هو تبع عن طريق الاقتراح اللي هو طلع على الامنسي لبريزن اوباما، ان من سنه 2014 اي اخ واخت مش هيقدر يقدم لاخواته بعد كده. ده اقول بي ديليتد كومبليتلي من الـ من الـ من الـ That's not good. بس it's okay. بس هيدوا الفيزاز مثلا للبرمننت ريزيدنت. يعني خبر تاني احب اقوله لجميع المشاهدين، كان الاول في تاخير بالنسبه لاي حد بيرمننت ريزيدنت او حاصل على جرين كارد يجيب مراته وعياله الصغيرين، دلوقتي اكوردنج للاوجست بوليتن بتاع 2013 ايميديتلي افيلبل. يعني اي واحد بيرمننت ريزيدنت زي يونايتد ستيتس سيتيزن يقعد مراته وعياله ايميديتلي.
ده خبر حلو wonderful. جدا That's ده حاجة ده خبر تانية جميل كويسة. ونشكر طبعا yeah. الاوفيس بتاعك ومجهودك ان انت تحب ان طبعا معروفه يا استاذه شيهان ان انت تحبي تساعدي الجاليه العربيه خليك. معروفه بكده بجد ثانك يو طيب انا يعني عايزين نتكلم شويه على الاسايلم برضه عشان برضه ده يعني الكور بتاع الحلقه النهارده اللي هو الاسايلم ايه انواع الاسايلم ما هي الاسايلم ممكن تاخديه على مليون نوع اهم حاجه طبعا بتشمل الجاليه المصريه طبعا الدين اوكي بعد الدين في طبعا حكايه الختان بالنسبه للستات فيميل جينيتال ميتيليشن ثالث حاجه بيبقى موقف السياسي لو اي ناس طلعت في ميدان التحرير او عبرت وحصل لهم مشاكل بسبب البوليتيكال اوبينيون في حاجه تانية اسمها الريس بس دي ما بتشملش خالص الجاليه بتاعتنا دي مثلا عندي ناس من اندونيسيا بيز اون ذا تشاينيز ريس ممكن ياخدوا اللجوء فدي طريقه تانية في طبعا الناشوناليتي اللي هم مثلا عن طريق مثلا فلسطين الناشوناليتي بتاعتهم على الويست بنك دي بيحصل لهم مشكله دي برضو جزء تاني ممكن تاخديه عن طريقها الاسايل طيب بعد اذنك هناخد حبه مكالمات ونرجع عايزه بس يعني اقول ايه نفصص بقى كل حاجه ونتكلم عليها اكتر معانا بنت الرب مساء الخير ايوه مساء الخير اهلا بحضرتك اهلا بك اكلم استاذ جيهان اتفضلي يا سماكي ايوه من فضلك يا استاذه جيهان انا عندي جرين كارد بقالي 4 سنين بس يعني مش قاعده في امريكا على طول بسافر كتير وانا حاليا في كندا بقالي 3 شهور هرجع الاسبوع ده ان شاء الله امريكا عايزه اقعد فيها اسبوع وبعدين اطلع على مصر اقدر اروح مصر اقعد مثلا اقل من 6 شهور وارجع على امريكا ولا ما يرضوش يدخلوني عشان قعدت اسبوع واحد وانا كنت مسافره 3 شهور قبلها في كندا انا ما بحبش الناس اللي هي تبقى جرين كارد هولدر وتبقى عايشه بره الولايات المتحده لان لو الاوفيسر قفش الحكايه دي ممكن قوي يحولك على المحكمه يعني انا عندي عيله مع الجرين كارد جات لي مكتبي الاسبوع اللي فات اتقفشت ان هي مش عايشه هنا واتسحب منها الجرين كارد وتحولت على المحكمه ف اي دونت ريكومند افضل انك ترجعي تاني وتقعدي هنا فتره وبعدين تبقي تمشي تاني بس الايشو انك مش مفروض تطلعي بره الولايات المتحده اكتر من 6 شهور طب لكن لو جيت قعدت اسبوع ده يبقى فاصل ولا ما يبقاش فاصل بين المده بتاعت كندا ومده امريكا؟ اني انا يعني انت عايزه تيجي تقعدي في الولايات المتحده اسبوع بس؟ وبعدين اطلع على مصر يعني في ظروف لازم انزل مصر. لو في ظروف حضرتك لازم تنزلي بس الاسبوع مش هيعمل لك حاجه بالنسبه للاقامه يا مدام، لازم تقعدي هنا مده يعني اقامتك في الولايات المتحده لازم تبقى 6 شهور بلس وبعدين اي حته تانية في العالم بقيه الشهور في السنه. يعني لازم اقعد في امريكا 6 شهور وبعدين اقدر اسافر؟ لا انا ما بقولكيش ان جنرال تقعدي امتى، انا بقولك ان جنرال عشان تقدري تحافظي على الجرين كارد بتاعك لازم تكوني قاعده في الولايات المتحده مقيمه 6 مانس بلس. لو انت بتخرجي وبتطلعي كتير افضل ان حضرتك تعملي حاجه اسمها الوايت باسبورت عشان ما تضيعيش الجرين كارد وانت داخله المرض. ده ياخد وقت قد ايه عشان اعمله؟ مينيمم لحد ما تقدمي ويجي لك البايومتريك اللي هي الفينجر برينتس 3 اسابيع فلازم تحبسي نفسك هنا 3 اسابيع مينيمم لحد ما تعملي الفينجر برينت عشان يجي لك الوايت باسبورت بياخد اتليست شهرين ونص بس ممكن حد يبعته لك فيدرال اكسبرس على مصر. طب حتى لو حد من مصر بعت لي وقال لي عمل لي فاكس قال لي انه حد تعبان في مصر بعد ما رحت امريكا اضطريت انزل؟ ايوه اوكي نو بروبلم بس الفكره لو اتقفشتي يعني انت بتسالي راي قانوني صح؟ راي قانوني صح حضرتك لازم تقيمي في الولايات المتحده. لا مثلا طب حتى اروح مصر شهرين بس ممكن؟ طب روحي انا لو عليا هتروحي زي ما حضرتك عايزه تقعدي زي ما انت عايزه بس انا بقول لك القانون بيتطلب ايه يا فندم. طيب ناخد بنت الرب معانا مساء الخير. بنت الرب معانا مساء الخير يا ايمان اهلا بحضرتك مساء النور ممكن اعمل مداخله مع الاستاذه جيهان؟ طبعا اتفضلي سامعاكي. اوكي انا مامتي معاها الجرين كارت دلوقتي بقى لها شهرين هتقفل شهرين بس حصل ظرف وطلع راح كندا لمده يمكن شهر ونص وهترجع تكمل مده تاني تقعد 4 5 شهور تاني كنت عايزه اسال المده بتاعت كندا دي هتتحسب ولا لا؟ وهل لما ترجع الشهرين اللي هي اوريدي قعدتهم دلوقتي هيتحسبوا مع ال4 5 التانيين لما ترجع ولا هيعدوا من الاول؟ الفكرة مش حكاية تعد من الأول هي هتطلع شهرين كندا وبعدين هتيجي تقعد هنا 4 شهور وهيبقى الفاينل ديستنيشن بتاعتها الولايات المتحدة ولا تيجي تقعد 4 شهور بعدين هترجع مصر تاني أنا مش قادرة أفهم يعني فهمت إزاي لو هي راحت تزور كندا شهرين it's no problem هترجع تقعد هنا 4 شهور بعدين هتطلع فين بعد كده
أربع خمس ست شهور مثلا، وتروح مصر الخمسة الأربعة بتوعها وترجع تاني تخلص حاجة. لا بتوع كندا مش هتحاسبوا طبعا ان هي عايشه في الولايات المتحده، لان مش هي مش داخل الولايات المتحده. أوكي، طيب لكن الست شهور الاتنين دلوقتي هيتحاسبوا مع الأربعة، يبقى هي قضت الأربعة الستة. انا ما اعرفش الناس، حضرتك افضل ان هي الناس عشان ما تخسرش جرين كارد بليز، لان بيجي لي حالات كتير، ولسه جالي حاله بس الاسبوع اللي فات. بيقفشوا دلوقتي ناس على المطار لو مش عايشين جوه الولايات المتحده، فالناس لازم تعمل تشويس، از ات امبورتنت جرين كارد بالنسبه لهم، فلازم يقعدوا هنا مينيمم مينيمم 6 شهور. اوكي، فالقرار بيبقى للشخص نفسه، ايه اهميه الجرين كارد بالنسبه له، عايز يحافظ عليه يبقى يقعد هنا، لو مش قادر يقعد هنا ارشح انه يعمل الوايت باس. اوكي، ما هي ده كده قانون. 6 شهور، ما هي كده هتبقى 6 شهور، بس هي طلعت طب شهر خلاص، ونص. طب خلاص 6 شهور وتطلع مصر شهر ونص، والإقامة الدائمة بتاعتها الولايات اوكي. المتحدة تقعد شهر ونص في مصر وترجع تاني الولايات المتحدة. ليليان معانا، مساء الخير. ليليان، مساء 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 الخير. ربنا يبارك فيك وعلى ثانك يو البرنامج حبيبتي، الجميل ده، يعوضك نعمة برضه. ثانك يو حبيبتي، ميرسي. أنا بس عاوزة أسأل أستاذة جيهان بس سؤال ممكن؟ اتفضلي. أيوه أستاذة جيهان، أهلا بيكي يا مدام ليليان، إزاي حضرتك؟ أنا عندي 67 سنة، أها وأنا هنا عندي 67 سنة، أوكي وحاولت أقدم على الجنسية أنا هنا من 2000 وقت تكريم من 2006، بس كنت ما بقعدش أكتر من 3 شهور لغاية 2006، ومن 2010 استمريت بقى يعني متواصل على طول. معايا حضرتك؟ فانا بعت الورق عشان اعمل وكتبت فيه، والسر ان انا ما بشتغلش وابني هو اللي بيصرف عليا يعني وكده، فرجعوا لي الورق وعارفين الرسوم. طب ليه؟ مش عارف، ايه رأي حضرتك؟ لازم حضرتك تملي فورم اسمها I-917 يا اللي هي ريت، الويفر لسه ما دي. كتبتش فيها، وهو بعتهم صورة من الضرايب بتاعته لا عشان لازم، يتفقني معاه. لا لازم حضرتك تثبتي حاجات تانية مع الاي 917، انك انت هنا على ميديكير ميديكال، بتاخدي فود ستامبس، لازم ما تثبتي ان باخدش حاجه، لان هم كانوا بيقفلوني بيقفلني ويشرفني، كان ضايفني معاه في الضرايب، بعت لهم بنموذج الضرايب بتاعه. لا الاي 917 الويفر على الفلوس دي بتبقى لي حاجه تريكي خالص، ولازم تتقدم وتتحسب وتحطي a lot of documentation عشان تتقبل، فما اعرفش بالظبط ايه نوع الدوكيومنتيشن اللي ابنك قدمه. قدم تكست التكست بتاعه اللي هو لا هم نموذج الضرايب لا اللي هو هم دافع بيه، اللي هو ضايفني عليه. لا بس هو بس مش هو اللي مقدم، حضرتك اللي مقدمها، فانت لازم ما انا توري اللي مقدمها، بس بثبت ان هو اللي بيصرف عليا بالنموذج بتاعه. لا دي مش كفايه بالنسبه انك انت تاخدي الويفر بالنسبه للفلوس، عشان طب امال ابعت حضرتك فين؟ اللي مقدمه لازم توري انك انت على يعني زي ما بيقولوا يعني on food stamps، على ما باخدش ميديكير ولا حاجة ميديكال. خالص. لا يبقى التاكس ريتيرنز بتاعته از نوت انف عشان تاخدي الويفر على الفلوس 675. يعني ارجع لهم الورق تاني وابعت لهم صورة الميديكال حطي والميديكال. الميديكال، حطي الميديكير، حطي حضرتك اي فود ستامبس، حطي. هما كمان بيبصوا على التاكس ريتيرن بتاعت حضرتك if you're below a انا poverty ما line. اشتغلتش خالص ولا يوم، لان انا كبيرة وعندي عدة امراض يعني، طب وجايبة شهادة من الدكتور ان انا عندي عدة امراض حتى عشان ابعتها من الامتحان. طب حاولي حضرتك تجربي مرة تانية بالحاجات اللي انا طالباها منك دي، اوكي، وربنا يعني يباركك وتتقبل. طب سؤال تاني حضرتك، اتفضلي. دلوقتي انا كنتش بقعد في الاول، انا جاي من 2006 يعني برضه جايين من 2006، انا كنتش بقعد اكتر من 3 شهور عشان كان بنتي لوحدها في مصر يعني ثابته، فاستمريت من 2010 مستمر يعني ما بروحش خلاص، قعدت لان كنت اتوتر من 2009 وانا قعدت هنا ما اقعد معاها. هل ينفع التقديم ولا ايه؟ لا لو عايزه تسالي مكتبي هقول لك، لازم لو كنت متقطعه وما بتقعديش كتير لازم ترجعي هنا وتقعدي 4 سنين and one day قبل ما تقدمي تاني، فانت لسه ما كمل، قلت لي راجعي لي من 2010، انت لازم من تقعدي 2010 قعدت على طول يعني، احسبي 4 سنين and one day قبل ما تقدمي مره تانيه. يعني مش 36 لا شهر زي ما بيقول او I كده. would I w لو كنت كسرة، انت قايله لي كسرة، هو لا تكنيك انا لازم، كسرت في الاول بس من 2010 قعدت على طول ما هو. عشان كده عشان كنت كسرة في الاول القانون بيقول 4 سنين and one day، بس لو ما كنتيش كسرة اكتر من ال6 شهور بس عندك تقاطع، ده بيقولوا لك لازم تعملي 2.5 سنين.
فهمتي ازاي؟ بس وانس كسرتي a certain amount of time لازم تقعدي 4 سنين and one day، ودي لازم تتحسب بكالكوليشن معينه، يا اما ابنك يا اما محامي يعملها لك، فهمتي ازاي؟ فلو انت يعني كسره اقل مثلا من الست يعني قبل 6 شهور كل سنه بترجعي، I have no problem، هتحسبي السنتين ونص. 3 شهور وتمشي، يعني تقريبا كنت 9 شهور بره مصر و3 سنين. A little bit tough. لا هتبقى صعبه شويه. شكرا بنت الرب معانا، مساء الخير بنت الرب. جيهان ايوه الو، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اكلم استاذه جيهان. اتفضلي سامعاكي. طب بقول لحضرتك استاذه جيهان، انا دلوقتي بنتي عامله لجوء، انا كنت عملت قضيه وكده وبنتي اخدتها وانا وباباها لا، فهل بعد ما هي خدتها حضرتك واخده الحكم ان احنا ممكن نعمل حاجه زي دي نفتح القضيه تاني ولا خلاص على كده؟ لا بصي عشان تفهمي القانون طالع ايه، بنتك اخدتها كانت اكيد فوق ال 21 سنه صح؟ لا امال ايه؟ اقل من 21. طب ازاي بنتك اخدتها اقل من 21 سنه وانت اترفضتي؟ لا مش عارفه ده اللي حصل حقيقي، ده حقيقي اللي حصل، يعني هو القاضي قال انا هديها البنوته ولما تاخد هي الجنسيه تبقى تدي الاب والام. انت رحتي قدام المحكمه؟ اوكي. يبقى اكيد كان في حاجه، يمكن كنتوا مقدمين اكتر من سنه، مور ذان 1 يير. لا يا فندم كنا عادي خالص يعني. لا انا عايزه اعرف حاجه بس عشان تردي عليا، ممكن واحد يقدم عشان ان البنت تاخدها وانت ما تاخديهاش في المحكمه؟ دي بيبقى ليها a lot of history of facts، من ضمنهم ان ممكن تكوني حضرتك مثلا مقدمه more than one year from your entry، او قدمتي المعامله بعد اكتر من سنه من دخولك البلد والبنت كانت لسه legal، ففي حاجه اسمها exception للقانون باسمها legal disability، فيمكن القاضي اعتبر legal disability للبنت فهي اخذت الاسايلم وانت اترفضتي، فانا ما اعرفش حيثيات الفاكس، لان it's a long facts عشان القاضي يدي الماينر وما يديش البيرنت، doesn't make sense. قولي لي الفاكتس بتاعت القضيه. لا بعد قالولنا لازم نكمل 6 شهور، كملنا 6 شهور، بعد 6 شهور كنا قبل 6 شهور ما تخلص خدنا معاد. اوكي. بعد ما خلصت رحنا المكتب عادي، وبعد كده راحت تحولت المحكمه، رحنا كل ده ماشيين اجراءات عاديه خالص، ما كملناش سنه. وراح القاضي، كانت كل حاجه باسمي انا، وراح القاضي قال لا انا ايوه كل حاجه تطلع لكم ورك بيرمت وش حاجات، لكن البنوته هي اللي هتاخدها. هي دلوقتي هتقدم على الجرين المفروض الشهر ده، بس انت حضرتك لو سمعنا دلوقتي بتقولي انت ممكن لما حد من الولاد ياخدها يدي الاب والام. لا انا بقول مش يدي الاب والام، انا قلت لو حصل اذى للطفل والاب والام حصلهمش ولا حاجه، ممكن الاب والام تكليم الهارم اللي حصل لابنهم in order to obtain asylum في الولايات المتحده، مش ان هي عشان هي اخدتها تديها للاب. يعني let's for say انت عايشه مثلا في مصر وما حصلكيش ولا حاجه كاب وام، بس بنتك اتعذبت في المدرسه بسبب الدين، ممكن تحطي الاذى اللي حصل لبنتك لوحدها بس، وبناء على هذا الاذى انت كاب وام تاخدي لجوء. فهمتي انا اقصد ايه؟ مش ان بيكوز البنت اخدتها. ودي اتس ا فيري فيري ويرد كيس بالنسبه لي كمحاميه، ان العيله كلها بارت اوف وان كيس، ان القاضي يدي الماينر تشايل ويرفض الاب والام، اتس ا ليتل بيت ويرد بالنسبه لي. كانت في اي ولايه؟ فلوريدا. ومين يعني اي دونت نو وات ات از بت اتس، ومين كان المحامي بتاعك اللي يقبل ان الماينر تاخدها اللي تحت 21 سنه والاب والام ما ياخدهاش؟ لان هي المفروض الماينر دي بتبقى ديريفيتيف على الاب والام. كانت محاميه امريكانيه. ذاتس فيري، لان القانون فيدرالي في جميع الولايات، فاتس فلوريدا كاليفورنيا دازنت ماتر، بس البنت لو هي تحت 21 سنه از ديريفيتيف تو ذا بيرنت، فازاي المحاميه تقبل ان البنت تاخدها والاب والام يترفض؟ ذات از ا ليتل بيت وير بالنسبه لي. طب تعمل ايه مثلا في الحاله دي؟ طب الحل ايه؟ لا ما كان لازم يبقى يحصل الاستئناف في خلال 30 يوم من قرار القاضي. اوكي؟ لا المحاميه عملت قالت ما ينفعش، كتبت تقرير من نفسها ان ما ينفعش نلجا لاي حد تاني. لا في غلطه، في غلطه. طب هل هي المفروض ترجع للمحاميه تاني دلوقتي؟ يا بس عدى قد ايه على القرار؟
لنا سنة دلوقتي. لا سوري، انت قدامك 30 يوم من 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 قرار القاضي تعملي استئناف. لو عدى التايم فور ذا ابيل شي ويفد ات، ذاتس ات، يو كانت ابيل اني مور. طب هي وحاجه ثانيه، القانون بتاعي يتبع المحكمه الناين سيركت. ناين سيركت بتشمل الولايات التاليه: كاليفورنيا، واشنطن، نيفادا، اريزونا، هاواي. طب هل انت مثلا تنصحي ان هي ممكن تروح قانوني ما يمشيش على فلوريدا لان ده سكند اور ثيرد سيركت؟ هل تنصحي يعني مثلا لو عملت في ولايه تاني تبع حضرتك الاستاذه جيهان؟ لا انت لا لا ليه، هقول لك حاجه، انت طالع عليكي امر بالترحيل. لو اترفضتي من القاضي معنى كده طالع عليكي امر بالترحيل، وامر بالترحيل ده يعني اتس فاينل لو ما عملتش استئناف خلال 30 يوم. بس يصعقني ان تقولي لي اترفضتي السنه اللي فاتت بكل الاحداث اللي حاصله لمصر المسيحيين. طب ايه اللي صح؟ هل في ايه اللي في ايدها هي ممكن تعمله دلوقتي؟ لا it's too late right now unless she gets another attorney. والاتورني ده يعمل ineffective assistance of counsel ضد المحامي الاولاني ان he did not properly represent her. في بند في القانون ودي حاجه فدراليه ان ممكن انت تروحي تجيبي محامي تاني والمحامي ده يتهم المحامي الاول بعدم الكفء ويفتح القضيه من اول وجديد. بس لازم نشوف ايه سبب الرفض. عدم الكف بالنسبه للمحامي الاولاني. فهمتي ازاي؟ ولازم حيثيات الحق. هو قالنا على حاجه، هو قالنا حاجه اسمها withholding. احنا يبقى انت اخدتي حاجه اسمها withholding of removal. ده لا انت طالع عليكي مش اصلا، انت طالع عليكي وقف امر الترحيل. بتهيالي انت حضرتك كلمتي المكتب بتاعي السنه اللي فاتت وعملتي لي الاوردر ده صح؟ اتكلمنا. افتكرتك. I have a good memory. Yes. I have a good memory. وقلت لك ما اقدرش اعمل لك حاجه لان المحاميه بتاعتك في السكشن قالت waived appeal، يعني رفعت، يعني waived ان هي حقها انها ترفع الاستئناف في المحكمه. اي فاكراكي كويس جدا. ايوه فعلا. طب والحق فعلا لا، you can do anything الا الحل الوحيد، واحنا قلنا لك الحاجه الوحيده اللي تقدري تعمليها انك تعملي حاجه اسمها motion to reopen based on ineffective assistance of your prior counsel. انا فاكراها وهي ما عملتش حاجه وكانت لازم تتعمل وقتها على طول. It's too late. يعني خلاص. Yes. بس رأي حضرتك بقى يعني خلاص الموضوع مستنى بقى هي تاخد خلاص ما تقدريش تعملي حاجة تانية. استني بقى لحد ما بنتك تبقى United States citizen، هي تعمل لك البيتيشن يعني إن شاء الله، ولما الـ I-130 gets approved ترجعي للمحكمة وتطلبي فتح القضية وغلقها motion to reopen and terminate اسمها. الفتح والغلق at the same time. وبعد ما تاخدي قرار القاضي بترمينيتنج امر الترحيل او وقف الترحيل تاخدي الاوردر ده وتاخدي الاي 130 ابروفل وتعملوا فول جرين كارد ابلكيشن او بيسموها ادجستمنت اوف ستاتس عن طريق اللي هي مكتب الهجره. وجود لك بعد ما تاخدي الجنسيه بقى. يس. امال امتى كان؟ ايوه طبعا لازم بعد ما تاخد الجنسيه. امال حضرتك بعد ما تاخدي الجنسيه يعني؟ يس. اوكي ماشي. شكرا. معانا بنت الرب. مساء الخير. مساء الخير. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ ازيك انت؟ بسأل حضرتك، بتقولي في حاجه يعني بيقول عليها اوباما ان لما يكون حد ليه في مصر ممكن يجيبه اذا كان واخد جرين كارد او واخد جنسيه؟ لا انا قلت دلوقتي ان الفيزا بولتن بتاع اغسطس 2013 از فيري جود. اي واحد از ا هولدر اوف ذا جرين كارد، فاكره كان قبل كده بتقعد بالسنه والسنه ونص ان الجرين كارد ما يقدرش يجيب مراته وعياله اللي تحت 21 سنه. الاوجست 2013 بولتن دلوقتي بيسمح للجرين كارد هولدر ان يقعد مراته ايميديتلي. يعني لو اي واحد جه قال لي النهارده انا عايز اعمل مراتي، الاوجست بولتن از افيلبل، بتتعمل وبيجيبها على طول وبيقعدها ويجيب لها الورك بيرميت، يعني اتس جريت. فاي واحد سامعني جرين كارد هولدر وعايز يعمل للمدام والعيال تحت 21 سنه لازم يعملها as soon as possible during الشهر بتاع اغسطس. لكن اولادها لا؟ لا ما بقول لك الزوجه والاطفال تحت 21 سنه. معانا الاستاذ سلمان. مساء الخير. اهلا بحضرتك يا اختي. لا احكي مع المحامي. اتفضل، هي سامعك، اتفضل. يعطيك العافيه. ثانك يو، شكرا. يا اختي في عندي ولد اجر من الاردن فيزه زوره 5 سنوات وانا وامه معانا جرين كارد.
طيب من الأردن 5 سنوات وإجا هنا علينا هنا. هو بقال عندك هنا هو الشخص ده بقاله 5 سنوات داخل الولايات المتحدة؟ لا 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 طيب جديد صار له شهر طيب 5 سنوات في الأردن أعطته السفارة. معلش يا استاذ سلمان هو بقاله 5 سنين هنا ولا هو في الاردن بقاله 5 سنين؟ لا صار له شهر هنا امريكا صار له شهر. يس اوكي عرفتي كيف؟ وهو عمره 5 سنين هو عنده 5 سنين بس عمره؟ لا 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 هو متزوج ومعاه 3 اطفال ومرته. اوكي فيزوا له 5 سنوات أوكي من السفارة. اوكي جاد اوكي معاه فيزا 5 سنين. معاه فيزا 5 سنوات. اوكي اجا هنا. شو بنقدر احنا نعمله لو سمحتي؟ وبالنسبة للأطفال كمان مدرسة؟ لا بالنسبة ان هو من الأردن وهو معاه بس فيزا سياحة يعني طرق ان هو يقعد هنا مش بالنسبة للجوء هتبقى صعبة للناس اللي من الأردن. اوكي بس أوكي. بس في طرق تانية ممكن الواحد ممكن يقعد فيها عن طريق الامبلويمنت لو معاه فلوس يعمل انفستمنت. بتهيألي حضرتك ما تقدرش تساعده حتى لو انت كنت جرين كارد. هو قال لي ابنه ولا لا ولا حد يعرف؟ ابني 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 اوكي حضرتك ما تقدرش تساعده لان ابنك ده فوق ال 21 سنه. انت قلت لي متجوز وعنده عيال فاكيد فوق ال 21 سنه فانت ما تقدرش تساعده ات اول. حاجه تانية ممكن يعمل انفستمنت لو في مثلا مبلغ صغير يحطه يفتح فيه بيزنس. ممكن يعني كم؟ ممكن حضرتك يحط من 80 ل 150 الف يجيب حاجه اسمها E2 فيزا. بس عايزه اعرف اذا كانت الاردن من ضمن الناس الليستد ان هم بيعملوا E1 E2 تريد وانفستمنت مع الولايات المتحده. اوكي او لو حضرتك في حد عنده شهاده جامعيه وتلاقي امبلوير هنا يو اس كوربريشن ممكن تعمل له سبونسر للجوب. ذاتس انذر وير ممكن يقعد فيها. طب بالنسبه لاولاده المدرسه؟ لا انا ما بتكلمش على المدرسه. انت اول ما تجيب الاقامه في الولايات المتحده ده بالتالي عن طريقها الشخص ده بيدخل عياله المدرسه. طب اذا امه قدمت له لا كمان شهر بدها بتقدم له الجنسيه اذا امه قدمت له؟ لا لو امه بقت يونايتد ستيت سيتيزن وقدمت له هو فوق ال 21 سنه ومتجوز بيعمله دلوقتي في ديسمبر 2002. سو اتس ا لونج تايم ما تقدرش تساعده. ما بتقدر تساعده كمان؟ نعم ما بتقدر تساعده كمان؟ بقول ما بيقدر يساعده كمان. يعني لا هو ما يقدرش يسافر. انت قلت يسافر ولا لا امه مثلا بدها تقدم له امه. ما انا بقول لحضرتك لو امه قدمت له هي يونايتد ستيت سيتيزن المعامله بتاخد 12 سنه يا فندم. اتس ا لونج رود. طيب ايش الحل يعني؟ ما انا اديت حضرتك لو في انفستمنت فيزا ممكن حد يعمل له سبونسر للجوب. لو هو يمتلك شركه في مثلا في الاردن عايز يفتتح فرع للشركه هنا بنجيبه عن طريق حاجه اسمها بزنس فيزا L1 فيزا. في كذا طريقه ثانيه. استاذ سلمان خليك معانا في الحلقه وهنتكلم اكتر على انواع الفيزا المختلفه القانونيه اللي يقدر اي حد يقدر يجي بيها هنا امريكا. معانا الاستاذ جورج. مساء الخير استاذ جورج. استاذ جورج لو ممكن توطي التلفزيون لو سمحت. مساء الخير. ايوه مساء النور. مساء الخير يا فندم اتفضل لو توطي التلفزيون من فضلك. حاضر ثانك يو. ممكن اكلم مدام جين؟ اتفضل يا سماك. كنت عايز اسالك على حاجه. في واحد قريبي عنده عنده فلاني ومستر ميرور وبيحاول ياخد السيتيزن شيب. فلاني وات تايب اوف ا فلاني ذاتس ان امبورتنت كويشن. ا فلاني A felony is a huge and it ranges to a lot of convictions. So you have to tell me what type of a felony and what is the criminal code that he was charged with. Oh, it's like a, what you call this, I forgot, let me, it's like a family issue. If it's a domestic violent and it's under 273.5, Yes. That's terrible. ما يقدمش على السيتيزنشيب لان اللي هيحصل انه هيتحول على المحكمه. اوه واو. اوه ده ريفوكس ا جرين كارد. ده ريفوكس ا جرين كارد. هل ليها مده معينه مثلا وبتصحى؟ لا 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 لا
المحكمه، لازم يروح يفتح الكريمنال كونفيكشن فروم ذا فيري بيجيننج عن طريق محامي الجنائي وينزل الكونفيكشن من 273.5 ميبي ل 245 اور سمثينج، وبعدين يقدر يقدم على الستاتين. ولعلمك الشخص ده لو بين شارج ب 273.5 لو خرج بره الولايات المتحده في اي زياره يعني لاي دوله ورجع تاني على البورت اوف انتري، الكمبيوتر هيبينها وهيسحبوا منه الجرين كارد ويتحول المحكمة. عندي كذا حالة بالمنظر. يعني حضرتك النهاردة بتنصحين ان هو يعين محامي كريمنال اتورني، ولازم الكريمنال اتورني ده يروح يفتح القضية الجنائية من اول وجديد and reduce that charge. Okay, if you have a this case, one is was felony. Yeah, it's I had it when it was a misdemeanor. 273.5 a misdemeanor. Put but somebody green card really to a drop. He huh? went his he went his criminal lawyer, and he checked one of them is felony. It dropped from his like a no history. And ازاي دروبت يا فندم؟ ازاي دروبت؟ لك بيقول لي expungement. Are you talking about expungement? No. You want to say dismissed? Yes. Dismissed, that means, sir, there is no conviction. So what are we talking about? If it's dismissed, that means there is no conviction. فهمت؟ Yeah, but if this case, he passed like more than 15 years. لا يا فندم. Okay. بس 273.5 is a big problem بالنسبة للجرين كارد. It's irrespective of time. But if he let his lawyer for immigration, you handle it this. لا, it's not about the immigration lawyer. أنا بقول لك أحسن حاجة تتعامل كمحامية هجرة إن القضية الجنائية دي تتفتح و 273.5 has to be reduced to another. It could be a battery instead of, most probably it was inflicting a corporal injury on a spouse. That 273, the penal code من القانون الجنائي. مفروض تنزل to 245 to a battery عشان ما تأثرش على الجنسية. أنا ملاحظة أنت يا أمال تقولي numbers. دي numbers بتاع الكريمنال كود اللي هو بين شارج عشان هو قال لي domestic violence. كل هل كله بتبقى عالية بتبقى لا it's not about علي اللي هي domestic violence بيبقى فيها حاجتين بتبقى فيها الباتري اللي هي 245 or something. انا حتى ما بعملش قانون جنائي بس عشان بيجي لي كتير قوي اللي هم بيتحولوا على محكمه الهجره بسبب الحكايه دي فعارفاها كويس جدا اللي هم 273.5 دول اللي بيبقى بيسموها domestic violence but inflicting corporal injury on a spouse او بيأذي الزوج فدي على طول بتسحب الجرين او تو ريفوكس ذا جرين كارد. فاكره المره اتكلمت في حلقات قبل كده ان الجرين كارد ده اتس نوت ا رايت اتس ا بريفيليج ولو عملت اي حاجه جنائيه ممكن تسحب الجرين كارد دي واحده منهم. اوكي يا فندم. حتى لو هو عايش بقاله مده هنا it doesn't matter يا فندم عنده بيزنس واشياء no it doesn't matter حتى لو عنده 5-10 يونايتد ستيتس سيتيزن تشيلدرن it will revoke the green card. بس you can revoke the green card but then you don't take a citizenship تخش المحكمة وممكن تجيب الجرين كارد عن طريق حاجات تانية بقى تانية بس هتروح ترحيل عشان أنا بعمل ترحيل كتير فأم very familiar. You can get your green card but then why do you do it unless you go back to a criminal attorney and you resolve it يا إما ما تقدمش يعني this is how I see عشان ما تحطش نفسك لو في 1% ان بدل ما تاخد السيتيزنشيب تتحط في ترحيل انا ما اقدمش السيتيزنشيب طبعا يعني no chance for him for you guys if he takes his case yes I would recommend محامي جنائي to handle this case one more time. شكرا. معنا الهام. مساء الخير يا الهام. مساء الخير. اهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامة وحشتونا. الله يسلمك. مرسي حبيبتي. مش خالص. ثانك يو. بس كنت عايزة اسأل الأستاذة جيهان دلوقتي أنا عندي بنتي عايزة تيجي وتعمل القضية لأن هي تعبانة جدا هناك. هي كانت ولدت طفل هنا من سنة ونص تقريبا. هل ممكن يضايقوها طبعا ولد معاه الجنسية هل ممكن يضايقوها من إنها تدخل من المطار؟ ما بيتهيأليش ما عنديش حالات ولدت قبل كده هنا وضايقوها في المطار وهي داخله فاي دونت ثينك ويل بي ا بروبلم. لا وما بتاثرش خالص على فكره في حكايه الناس اللي هي طالبه اللجوء عندنا ناس بالهبل ولسه والدين ووالدين من السنه ووالدين من 3 4 وعندي واحد كان بيجي كل سنه يولد هنا ومقدم والاوفيس قال له اوكي هي مش الليجل ف نوت ا بروبلم. هي حضرتك عندها الغده ومحتاجه تعمل عمليه هناك قالوا لها فورا هل لو جبتها هنا وعملت العملية وأنا ما معيش أدفع كل الفلوس بتاعت العملية هل ده يأثر على القضية بتاعتها؟
لا يبقى انت عايزه اول ما تخش تطلبي لها اللي هي الميديكير ميديكال. هل من حقها الميديكال او لا؟ ما بتهيليش انك من حقك الميديكال unless you go do on an emergency basis. فاهمه ازاي؟ يعني انت كزايره مش من حقك الميديكال ميديكال unless هيحصل حاجه فجاه يعني an emergency بيروحوا بيعملوا. بس I don't know how it works بالنسبة للبيلز بقى، ما تسألينيش. طب هي معها بنت طفلة صغيرة يعني هتخش المدرسة، المفروض لو جت تدخل المدرسة مش تقدر تعمل لمامتها ميديكال؟ لا البنت ما تقدرش تعمل لمامتها ميديكال، البنت من حقها الميديكال على أساس ان هي United States Citizen. طيب حضرتك قلتي بالنسبة للأخ اللي بيجيب أخوه اخرها 2014. لا انا بقول اقتراح، احنا لسه ما نزلناش القانون من اساسه. بس لما ينزلنا القانون بانه يقعد ملايين الناس الليجل هنا ويساعد الناس which is great، مش مشكله ان هم يلغوا الاخ للاخت، بس ده اقتراح من اقتراحات القانون الجديد. يعني احنا دلوقتي ابني اللي معاه الجنسيه يقدم لاخوه اللي متجوز ومخلف ولا خلاص كده نوقف؟ لا الباب مفتوح لحد 2014. That's what we know in the proposed bill. طيب. من الكونغرسمن. اوكي اوكي اخر سؤال يا حبيبتي، احنا خدنا الجرين بقالنا حوالي 15 يوم. اها الف مبروك، ربنا يخليك يا رب. المفروض ان احنا نسافر مصر نظبط امورنا، لانه للاسف تاخر علينا جدا جدا على مجال. اها هل انا لو سافرت بعد ما خدته دلوقتي ب 15 يوم هروح اقعد شهر او حاجه اخلص؟ لا مفيش مشكله، لو قعدتي شهر ورجعتي تاني مفيش طبعا مشكله. انا بقلق من الناس اللي هي بتقعد هنا شهر شهرين وتبقى معظم الوقت في مصر وبعدين يجوا داخلين يقوموا عشان يقعدوا شهر، فاهمه؟ فدي بيحصل مشكله بالنسبه للجرين، وبالنسبه كمان when you apply for your citizenship it's a problem. بس لا مفيش اي مشكله. انا وتروح بقالي 15 يوم، ممكن اسافر اقعد شهر او اتنين وارجع. يس اكتر حاجه اقعدها مش اكتر من 5 شهور. ما افضلش الناس اللي تقعد اكتر من 5. ربنا يخليكي. ميرسي خالص، ربنا يخليكي وحشتونا وما تاخروش علينا تاني. الله يخليكي حبيبتي، ميرسي. ثانك يو سؤالك. ميرسي خالص، ثانك يو. ثانك يو، ميرسي. الاستاذ ممدوح مساء الخير. استاذ ممدوح مساء الخير يا فندم. ممكن اكلم الاستاذ جهان؟ اتفضل، هي سامعك. انا بقالي 5 سنين هنا، انا وعيله 5 افراد. وكنا دخلنا موضوع قضيه وبتاع الكلام ده، والقضيه اترفضت ورحنا لمحامي تاني والمحامي التاني قدمها ولسه ما ردوش علينا، بقى لنا اكتر من سنه وشهرين او 3 شهور. فهل القانون الجديد اللي هو مطلعه دلوقتي اللي امريكا مطلعاه دلوقتي هيفيدنا بحاجه في الاوراق ديت، ولا هي محتاجه وقت، ولا ايه بالظبط؟ عشان الظروف هنا تعبانه والولاد في الجامعات كلهم ونفسيتهم تعبانه وبتاع وكلام ده. طب ممكن اعرف بس ايه هو القانون الجديد اللي حضرتك بتشير ليه؟ اللي كانوا بيقولوا ان اللي اوباما منزله دوت. لا هو اقتراح يا فندم، احنا لسه ما جالناش حاجه، ده كله ده بروبوزد بيلز من الكونغرسمان، لكن فاينل وي دونت هاف انيثينج. هم عايزين يقعدوا الناس اللي هي بقالهم هنا الليجل فور ا لونج تايم، ولسه حتى ما عندناش حيثيات القانون. الناس اللي داخله من سنه كام هيسري عليها؟ يعني ممكن يحطوا لو دخلت اون اور بيفور مثلا سنه 1997، يعني وي دونت نو ايه حيثيات القانون. اتس اول ا بروبوزل، ما عنديش اي حاجه. بالنسبه لحضرتك لو القضيه، ما اعرفش انت قلت لي قدمت قضيه واترفضت وقدمت قضيه مره ثانيه، فانا مش قادر افهم. قدمت قضيه في الاسايلم اوفيس وراحت المحكمه واترفضت وعملت موشن تو ريوبن او لا راحت المحكمه واترفضت؟ اترفضت وبعدين قدمنا المحامي تاني قدم لنا ورق تاني من اول وجديد. لا مش ورق تاني من اول وجديد، اكيد عملت حاجه اسمها موشن تو ريوبن، لان لو القضيه اترفضت في الاسايلم يو كانوت فايل انذر اسايلم، يو هاف تو ريوبن يور كيس بيز اون سيرتن سيركمستانس. سو ام شور القضيه لما اترفضت في المحكمه المحامي بتاعك او المحكمه الاستئناف الاولانيه هي البورد اوف اميجريشن ابيل انه عمل حاجه اسمها موشن تو ريوبن to reopen your case عشان تقدم اللجوء من مره تانية بناء على الاحداث الجاريه في بلدك. I'm sure that's what happened. طب وجود لك ليك وجود لك ليك، لانه معظم القضايا دي بتتكسب في المحاكم لان القضاء ار مور لينين دلوقتي بالاحداث اللي بتحصل في مصر. از ماتر فاكت الشهر اللي فات يمكن الكلام بتاعي سمعني ما قالش حتى اسمه ايه. دخلنا وكان مقدم قصه ودخلت محاميه الحكومه شي واز فيري جود، قالت انا مش عايزه اعرف حصل لهم ايه في مصر خالص، انا عايزه اعرف ايه اللي حصل لهم لما يرجعوا. في اوراق تثبت انهم مسيحيين، قلت لها اكزيبت كذا، القسيس موجود يشهد النهارده، سمعت من القسيس ان ده وزق.
بس كان قبل ما يقع مرسي. قبل ما يقع مرسي. طيب ليديا مساء الخير يا ليديا. انا عندي كام سؤال لمدام جيهان. اول حاجه هي حماتي كانت مقدمه على سيتيزن شيب من شهرين والورق اتنفض جالنا من اسبوعين كده. فهي لما تيجي تقدم تاني تكتب تصلح في التواريخ اللي هي بتاعت الفتره الاخيره ولا يكون الورق اتسجل عندهم يعني كده مش في صالحها؟ ما انا مش فاهمه حضرتك، هي كذبت وحطت معلومات مثلا مختلفه في الاول؟ لا لا خالص. لا لا. طب انا ممكن اسال حضرتك حاجه، ليه الورق اترفض؟ هي كانت مقدمه على ويبر فاترفض، يعني جايب لنا ورقه ان الورق اترفض عشان هي مش اليجبل للويبر. يبقى رجع الورق تاني. لا ما بيبقاش عندهم اي ريكورد بيها خالص، فممكن تحط ابلكيشن تانية وتحط الفلوس اللي هي الشيك. شفتوا الويفر ما بيقبلهاش كده سهله، يعني الناس بتفتكر ان هم الحكومه الفدراليه، الحكومه الفدراليه عايزه الفلوس الناس. عشان تاخدي الويفر يو ريلي هاف تو دوكيمنت. هي حاجه تانية، هي سينيور، فهي جابت جواب من الدكتور انها مش بتقدر يعني تحفظ وعشان ما تمتحنش يعني لازم توري. لا ما بياخدش انها تقدر، عايزين دايمنشيا، عايزين دايجنوسيس اوف دايمنشيا اوف اسمه ايه ده نسيت اسمه، باركنسونز ديزيز، الزهايمرز، دي الحاجات اللي بيبصوا عليها ويبقى بالكات سكان وسيلد ريبورت. لكن تقول الدكتور يكتب لها جاست وان ريكورد ان هي ما تقدرش تحفظ، دي دون اكسبت ذات. دي دون اكسبت نو. طيب هي حاجه كمان، هي كانت في الاول هي متقطع بعد كده بقى لها فتره جاي قاعده متواصل. بقى لها امتى قاعده متواصل؟ من 2010 او 2009، اخر 2009. زي ما انا سمعتي المكالمه الاولانيه لو كانت مقاطعه وكسره اكتر من الست شهور او افضل ان هي تقدم بعد اربع سنين وسنه. بعد اربع سنين من المده المتصله. اربع سنين and one day. اوكي، عشان من اول المده المتصله. من وقت ما رجعت قعدت متصله. نون ستوب. A continuous physical presence. There is a distinguish between continuity of the physical presence and the interruption of the physical. الناس ما بتعرفش الفرق ما بين الاثنين. So therefore I recommend a continuity and a non-interruption both. عشان بطلب كده، بطلب من الناس يقعدوا اربع سنين in one day. ممكن تطلعي شهر ترجعي تاني، بس الناس اللي بتقعد ست سبع شهور وترجع لي او تقعد لينا ست شهور تقعد لي هناك خمس شهور وبعدين يحسبوا اللي هم 36 شهر، ممكن تتعمل لما بيخسروش اكتر من ست شهور اللي هم السنتين ونص. اللي دي لوك بتتعمل بكالكوليشن، بس لو كسر اكتر من 6 شهور اي ديفينتلي ريكومند ان هي تقعد الاربع شهور ان وان. طيب ميرسي خالص. ميرسي كلا. معانا مينا مساء الخير. مينا معانا؟ الو مساء الخير. اهلا مساء النور. بس كنت عايز اتكلم مدام جيهان. اتفضل يا سماك. في الاول مدام جيهان انا بشكر حضرتك لتعبك في خدمه لوجوس، وناس كتير قوي بتستفيد من يعني استشارات حضرتك. ميرسي خالص، ثانك يو سو ماتش. ميرسي لحضرتك. انا بس كان عندي سؤال، كنت سمعت ان في قوانين حاجه جديده بالنسبه ان واحد يجيب مراته بالجرين كارد. اها لسه انا قايلها الاوجست 2013 بوليتن. بس انا للاسف انا يعني ما سمعتش بالظبط الحاجه يعني المفروض تبقى ايه بالظبط. اوكي، لو حضرتك متجوز وعندك عيال قدمت، لو اوريدي قدمت لهم ولسه باندج، الحق كلم الناشونال فيزا سنتر تقول لهم ايه اللي حصل في القضيه بتاعتي اوجست 2013، بتقول انها كارن ان ممكن ادخلهم على طول. لو انت مش مقدم بقول لك قدم ايميديتلي، ان الجرين كارد هولدر دلوقتي كانه زي اليونايتد ستيت سيتيزن، يقدر يقعد مراته وعياله تحت 21 سنه ايميديتلي ويعمل لهم البيتيشن. يعني لو اي واحد دلوقتي مراته في مصر ومعاها فيزا بقول له بليز دخلها بسرعه عشان تقدم على طول على البيتيشن ليها. يا وبتاخد تقريبا نفس التايم اللي زي السيتيزن بالظبط. بالظبط، لو هي بره البلد بتاخد من 9 شهور ل 12 شهر عن طريق السفاره والناشونال فيزا سنتر، لو هي جوه البلد وبتعمل ادجستمنت بتاخد الاربع خمس شهور. طيب بالنسبة لموضوع الكارنت دوت، مش ممكن يتغير لو اللود بتاع الناس اللي بتعمل بيتيشن زاد؟ ممكن، بس so far August 2013 is current، so أنا بقدم ASAP. Yeah, okay. Okay. طيب تمام، ميرسي خالص ليكي وميرسي ليكو كلكم. Thank you. مع السلامة. شكرا. بنت الرب مساء الخير. بنت الرب.
ايوه اهلا بحضرتك، مساء النور يا فندم. اهلا بيكي. اهلا بيك. ممكن اكلم الاستاذ؟ طبعا اتفضلي يا سماكي. انا عندي سؤالين يمكن اسالهم. في يعني صديقه بنتها كانت عامله لها ضامن، وهم هنا معاهم الجرين كارد، بس مش قادره تاخد فود ستامب او كاش لانهم هم كبار في السن زي 60 سنه الاثنين. هل ممكن هي تقدم ابلكيشن ثاني بحد ثاني غير بنتها على اساس انها ممكن تاخد يعني تلغي بنتها من الضمان؟ لا ما ينفعش. لا ده عقد ما بين البنت والحكومة الأمريكية لمدة 10 سنين، أو لو الناس دول بقى يونايتد ستيت سيتيزن، ولو هي أخدت أي ميديكال أو أخدت أي حاجة عالة من الحكومة الأمريكية، الحكومة الأمريكية تروح تحط تاخد تلم الفلوس دي كلها من بنتها أو من الناس اللي عملت أفيديفيت سبورت. طيب حضرتك عندك سؤال تاني؟ أيوة لو سمحت. اتفضلي. في واحد مقدم على واخد القرعة أوكي مقدم وبعتوله، بس طبعا أخوه هنا وعنده ابن في مصر صغير، وحصل زي ما تقولي للولد اضطهاد أو حاجة زي كده على إنه مسيحي، فهل ده أخوه ممكن يجيبه أسرع من أوراق القرعة اللي هو واخدها؟ انا مش قادر افهم ازاي الانكل يقدر يجيب الابن. انت مش بتكلمي على اخوه نو يعني الاخ هنا مع جرين كارد. اخوه اللي في مصر عنده ولد 5 سنين. لا لازم لازم الاب يقدم على الفيزا ويخش بالولد الصغير. الاب من مصر يقدم. طب السفاره في مصر مش مقفوله؟ ما انا ما اعرفش بقى يعني لما تفتح ما مش هتبقى مقفوله فورافر يعني، اكيد السفاره هتفتح واكيد هتعمل بروسيسنج، بس يعني اكيد ممكن يقدم تقديم ثاني غير القرعه اللي هو واخدها. لا احنا دلوقتي بنتكلم على حاجه، انت قلت لي في واحد داخل واخد الجرين كارد وهنا، واخوه اللي في مصر ابنه صح؟ ده اللي انا ده السؤال اللي انا فهمته صح؟ فاللي في جرين كارد ده دلوقتي اوريدي هير، هيز ا جرين كارد هولدر. احنا بنتكلم على الابن الصغير بتاع اخوه صح؟ اوكي ده سكرك والولد الصغير. اوكي وهو مختلف تماما عن الشخص اللي هو جوه الولايات المتحده. اللي جوه الولايات المتحده ما يقدرش يساعد اللي هو بيسموه النفيو بتاعه صح؟ ازيز نفيو صح؟ يا لا ما يقدرش يساعده. اللي يقدر يساعد النفيو الاب والام ان هم يطلبوا فيزا ويحاولوا يخشوا لما السفاره تفتح، وبعد كده بناء عليها يخشوا يعملوا اللجوء بناء على الاذى اللي حصل لابنهم واستخدموا القانون بتاعي، بس لازم يعيشوا في واشنطن، اريزونا، نيفادا، كاليفورنيا، اور هاواي. اوكي اوكي جود لاك. شكرا. بنت الرب مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. لو سمحت انا عندي سؤالين. اتفضلي. انا قدمت على القضيه وما جاليش انترفيو، والمفروض ابني هيقدم على الجامعه، اعمل ايه؟ معلش يا مدام صدقيني انا عندي الحاله دي كمان مش ليكي انت بس، مع كلاينتس عندي وعندهم مشاكل، وكلنا كل يعني الجاليه اللي بتطلب اسالم في الولايات المتحده في جميع الولايات عندهم المشكله دي. وانا في اول البرنامج اتكلمت قلت ان كميه الناس اللي بتطلب لجوء دلوقتي من الولايات المتحده مش ما عندناش المان باور، وي دونت هاف مان باور. الاوفيسرز دلوقتي لس they have to go to the priority، مين الناس اللي محطوطه في الديتنشن والناس اللي هي محطوطه في expedited removal proceeding او ترحيل السريع، دي بتاخد priority على الناس اللي هي داخله وعامله affirmative asylum زيك. فانت حلك الوحيد يا اما لو في حاله لو في حاجه urgent او في حد من العيله بتحتاج including ابنك عنده اي حاله صحيه، تروحي المكتب الاسايلم اوفيس وتاخدي كل الميديكال ريكورد بتاعك وتحاولي تقدمي، او زي ما قلت في اول البرنامج تروحي للكونجرسمان تشوفي مين الكونجرسمان بتاعك في الزيب كود بتاعك وتروحي تلتمسي من مكتبه ان هو يساعدك عن طريق المكتب. That's the only thing you can do at this point. اوكي يا فندم. طيب ممكن اغير الفيزا بتاعتي لفيزا عمل وانا داخل الولايات المتحده لو انا قدرت احول فلوس من مصر، او لو الوضع اتحسن في مصر؟ لو اوريدي كسرتي الست شهور يو كان نوت. كسرتي الست شهور؟ لسه باقي لي حوالي 15 يوم. لازم تعمليها ASAP يعني as soon as possible، لان الابلكيشن بتاعتك for any change of status
لازم تتعمل قبل ما ال 15 يوم. It's gonna be an impossible لأي محامي ان هو يعمل لك الورقه as soon as possible in 15 days. No way. عشان اغير الفيزا العمل قبل ال 15 يوم ما ينتهوا. Definitely. انت عشان تعملي دي لازم تعملي حاجه اسمها labor certification application online وتاخدي عليها الابروفل، ولازم الاوراق كلها من المكتب العمل اللي هو اليو اس كوربريشن. It's a long story. I think it's a very short notice لاي محامي 15 days، لان لازم توصل قبل ما ال 15 days بتاعتك. يعني you're asking an attorney to do everything which needs minimum a month to put together in less than 10 days. Impossible. ما فيش تقدرش تعمل extension at this point؟ ما تقدرش تعمل extension لان already قدمت asylum. فالasylum ما بتعملي extension هيبوظ لها القضية completely. Why? What if ما انا بحط احتمال افرض ال work permit did not work وجات لها قضية الasylum 100% مرفوضة based on the extension. ليه؟ لان في الextension لازم تحط please انا عايزة امد الاقامة وانا I assure you ان انا راجع بلدي تاني. يبقى ازاي وانت مقدمه معامله لجوء تقولي بليز يا جماعه ما ترجعونيش عشان انا مضطهده. cannot work. اوكي معانا ابن الرب. مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. لو سمحتي انا بكلم الاستاذه جيهان وبشكر حضرتك على البرنامج الحلو. شكرا. عايشه. أنا كنت بس عندي سؤال بالنسبة للطلب بتاع I want to report. أوكي. اللي هو بتاع الأفيدافيت سبورت. الأفيدافيت سبورت. أوكي. ده بالنسبة للفيانسي فيزا ولا الفيزيتور فيزا؟ هتستخدمه فين؟ بالنسبة للفيزيتور أنا عندي. أوكي. عايز تعمل invitation وعايز تحطها مع invitation. لا أوكي. لا أنا سينيور سيتيزن هنا في أمريكا. وعندي بنتي. انا كنت اتصلت بحضرتك كده بس ما عرفتش يعني في كونتاكت بالفيديو. في نعم. فانا كنت عايز بنتي تتقدم للفيزا. وعندي انا ميديكال كونديشن سيفير ميديكال كونديشن. فكنت عايز اعرف الطريقه يعني. اوكي. اقول لحضرتك ايه؟ حضرتك تبعت دعوه للسفاره تطلب. أيوة. تقول انك انت مثلا يونايتد ستيت سيتيزن او بيرمننت ريزيدنت وعايز تعزم السفاره دي هنا في امريكا ولا هناك في مصر؟ لا طبعا. لا هو اللي حضرتك بتعملها ازاي؟ مش هنا حضرتك بتبعت الاوراق كلها وتديها لبنتك وبنتك داخله السفاره اما تاخد الابوينتمنت تقدمه، لان السفاره ما بتتبعت لهاش الورق على طول، لازم الشخص ياخد الورق معاه وهو داخل. فحضرتك أيوة. بتعمل الجواب وبترفق بيه يا اما جرين كارد بتاعك يا اما اليونايتد ستيت سيتيزن باسبورت، والجواد ده بتقول فيه انك انت عايز بنتك تيجي تزورك مثلا. أيوة. لو في ميديكال كونديشن او ود ريكومند ان تعمل اتاتشمنت للميديكال كونديشن بتاعك، ومعها تقول انك بنتك مش هتخالف قوانين الهجره وان هي مش هتكون عاله على الحكومه الامريكانيه وانك. أيوة. انت يور جونا ويلينج تو سبورتر، وترفق الاي 134 اللي هي الافيديفيت اوف سبورت، ومع الافيديفيت اوف سبورت لازم تعمل تحط التاكس ريتيرنز بتاعتك او البنك ستيتمنتس. طب لو كان مثلا الافيديفيت سبورت ده هيطلع مثلا من اخوها مثلا مش مني انا، ما ينفع طبعا. ممكن يا فندم. يس. كضامن يعني. يس يس. بس هي دي الطريقه الوحيده اللي ممكن يعني تتعمل. يعني يا رب السفاره تقبلها ان شاء الله يا رب. طب بس في حاجه تانية لو سمحتي. في الخانات في الاي 134 في السباوز وتشايلد 1 وتشايلد 2. هل ممكن تتقدم مع السباوز بتاعها وتطلعها ولا مش فاهمه؟ اصل الفورمه مش قدامي دلوقتي. اي كان انسر ذا كويستشن. يعني ممكن تكتب في الطلب جوزها كمان ممكن يقبلوه معاها الزياره دي؟ انا افضل ان حضرتك تطلب البنت الاول، خلي الاول عشان يقول لك يمكن العيله كلها جايه مره واحده. فهمت ازاي؟ فافضل يعني نجيب البنت الاول. طيب. الف شكرا. ابن الرب معانا. اهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ممكن اكلم الاستاذه جيهان توماس؟ طبعا تفضل يا سماك. الله يخليك. مساء الخير يا مدام. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ اولا انا بشكر حضرتك على البرنامج الرائع وربنا يعوضك كل خير باذن الله على كل اللي بتعمليه. في سؤال لو سمحت اعوضه لحضرتك. انا من 22 واحد عامل قضيه لجوء ولحد دلوقتي ما
ما فيش حد سأل. هو بعد قال لي كان معادكم 7/3 وأجيت إلى معاد لاحق. أوكي، حضرتك بتقول قدمت الأسايلم وجالك الفينجر برينت ولا جالك الانترفيو ولسه ما جالكش ديسيجن؟ لا، جاني الفينجر برينت وعملته وراح جاب بعد كده جواب تاني كان معادكم 7/3 وأجيت إلى معاد لاحق وتركن على كده خالص. طب يا فندم، أنا زي ما بقول لحضرتك، أنت من أي مكتب، أي ولاية؟ نيوجيرسي. ما نيوجيرسي ونيويورك مقفولة خالص لمدة سنة، سنة ونص. يعني الناس بتعمل بتشتكي من كاليفورنيا بعد ما احنا عندنا دلوقتي لو الواحد عمل الفينجر برينت وعد عليه 45 يوم مما عد الفينجر برينت مع كده القضية وقعت من السيستم. This is how it works. القضية دلوقتي ايه نظامها؟ هل القضية خلاص تكنسل عليها؟ لا يا فندم، هي ما تكنسلتش، هي بس من اللود اللي حاصل على مكاتب الاسايلم في جميع انحاء الولايات المتحدة. الحكومة الفيدرالية ما عندهاش موظفين كفاية تو هاندل شعب مصر بحاله، تقريبا كل شعب سوريا سايب وجاي هنا، فهمت ازاي؟ فما فيش مان باور او عماله كافيه لمكاتب الاسايلم عشان تو هاندل. ف بليز بير، لان اسمع نيويورك ونيوجيرسي از ايفن ورس ذان كاليفورنيا. يعني قالوا سنه ونص مينيم. يعني في محامي هناك اسمه هاني جرجس بيقول لك كومبليتلي مفول دلوقتي، بينصح الناس بتاعته تطلع كاليفورنيا. طب هل انا اروح لبتاع الكونجرس زي ما قلت حضرتكم شويه علشان اساله يحرك او يعمل حاجه ولا ايه راي حضرتك؟ بليز حضرتك شوف الكونجرسمان بتاعك، اي دونت نو هاو وركس في نيويورك ونيوجيرسي، بس عندنا في كاليفورنيا اتليست بتهز شويه. يعني دلوقتي ايه النظام حضرتك، اعملها في كاليفورنيا ولا اعملها؟ لا يا فندم، ما تقدرش تعملها في كاليفورنيا، انت اوريدي رفع القضيه في نيويورك او نيوجيرسي، يو كانوت موف يور كيس، هتاخرها زياده. لو انت طلبت نقل القضيه من نيويورك نيوجيرسي هتقعد سنه ونص سنتين تتنقل، انت تخليك في الولايه اللي عملت فيها بس تحاول تحرك القضيه يا اما عن طريق انكوريز في الاسايلم اوفيس او عن طريق الكونجرسمان، او لو عندك ميديكال كونديشن تاخد اوراق الريكوردز بتاعتك وتقدمها لمكتب الاسايلم اللي انت عملت فيه فايلنج وتطلب ان هم يحاولوا يساعدوك في تسريع معادل المقابله. طب في سؤال ثاني ممكن يعني استاذن حضرتك لو في احنا عدينا عشان 150 يوم عملنا تسريح العمل. طيب حضرتك التسريح العمل ده هيقعد يعني فتره طويله، وهل هيطلع لي رقم قومي ولا ايه النظام؟ ومعايا بنتي داخله الجامعه، هل ده هياثر عليها ولا ايه النظام؟ انت لذيذ لما قلت لي الرقم القومي، احنا ما عندناش الرقم القومي بس بس يعني لا، انت تقصد تقول رقم السوشيال سيكيورتي نمبر، هو رقم الاجتماعي ده. طيب نو، لا نو بروبلم. لا حضرتك ما بيطلع الورك بيرميت على طول، بتطلع فيه بتطلع الدرايفر لايسنس وبتروح السوشيال سيكيورتي، يو كان جيت بوث. وببقى طبيعي هنا، مش هيأثر الكلام ده على بنتي في الجامعه؟ لا هوبفلي نوت، يا رب ان شاء الله، لان بيكون طلع لها سوشيال سيكيورتي نمبر وممكن تقدم في الكليه عن طريق السوشيال سيكيورتي نمبر. والولد يعني معاه دلوقتي سنه او سنه ونص. بالنسبه لنيويورك ونيوجيرسي انا سمعت ان بيقعدوا سنه سنه ونص ومقفوله فور ا لونج تايم. طيب انا هسالك حاجه مدام شيهان دلوقتي، طب بالنسبه يعني انت دلوقتي بالنسبه للي قدموا على الاسايلم ولسه قدامهم سنه وسنتين، خلاص وانس ان هم قدموا لازم يقعدوا في الحته اللي هم فيها؟ يعني ما قدوش مثلا ياخدوا الكيس يقدموا بقى في ولايه ثانيه؟ دي بقى لا، ما تقدريش تقدمي، المعامله واحده. وبقول لك القانون فيدرالي في جميع، فيو كان وانس يو ابلاي اتس everywhere in the United States, you're in the system. The only thing you can do is you have to make a change of address وبعدين تطلبي المكتب اللي اتعمل فيه فايلنج يحولوا لك الولايه الثانيه. دي بقى ممكن تاخد سنتين ثلاثه. تيربل. ده انا عندي ملف كان بينزل من 300 نص اللي هو الاميجريشن بيلدينج من الدور الخامس للدور السابع قعد 7 شهور. سو اي دونت ريكومند اي واحد بيعمل تشينج اوف ادريس لولايه ثانيه، دي بتاثر على القضيه بيأخرها مليون سنه اكتر من كفايه التاخير اللي حاصل. طيب افرض مثلا ناس جايه من مصر لسه ما قدموش على حاجه خالص، تنصحي يقدموا في ولايات ايه يعني اللي هي اكشلي زي الزفت؟ انا عندي واحده من ساوث كارولاينا، اوكي، مقدمه لها من يناير 2013، انا داخله على اغسطس 8 شهور، ساوث كارولاينا ما فيهاش جاليه كبيره. برضو متاخره. سو ات هاز ناثينج تو دو باي ولايه.
يعني كله دي حالة عامة، دول بياخدوا من جميع ولايات تانية، يعني في من مكاتب واشنطن مش عارفة طالعة فين، يعني it's a long story. يعني ما تفرقش بقى مثلا في ولاية تانية لا. كاليفورنيا كل واحد كاليفورنيا لوس أنجلوس بطلع المكتب واشوفهم هناك ايه اللي حصل، عارفة تقدري تروحي تقدري تكلمي، عارفة الاوفيس عارفة الست اللي بتعمل سكادجولينج ولو انها مش طايقاني بس that's okay. لقلي. طيب معانا سارة، مساء الخير. خير، اهلا بحضرتك. ممكن اكلم مدام جيهان؟ طبعا اتفضلي، يا سامعك. الو، مساء الخير. اهلا بيكي. انا اسمي سارة من نيو جيرسي. اهلا بيكي. انا كتبت القضيه اوريدي، عملت الورق لجوزي. مبروك. وعمل الله يبارك فيكي، وعمل انترفيو بس بقاله شهرين ونص لغايه دلوقتي ما جالوش الورق عشان السفارة مقفولة بالأحداث اللي بتحصل في مصر. طب هو المفروض ان هي تقعد قد ايه الوقت؟ لا انا ما اعرفش، قولي بقى البوليتيكال كلايمت هتقعد قد ايه في مصر، لان السفارة الامريكية خايفة على الموظفين بتاعتها فعشان كده قفلت السفارة. طب معلش سؤال تاني، هو انا دلوقتي المفروض ان انا اعمل الجرين في 16، هل بقدم الورق قبليها ولا لا؟ لازم تعدي، لازم تعدي 3 ايام بعد ما تحسبي سنة. بليز اقدم بعد 3 ايام من السنه. من السنه. اوكي. طيب دلوقتي انا ممكن انزل بعد ما اخد الجنين انزل مصر؟ لو حد بعت لك فاكس قال لك ان في حد تعبان جدا يبقى معاكي الفاكس ده وتنزلي فتره قصيره وترجعي تاني. يعني ما ينفعش ان انا انزل كده من نفسي؟ لا تنزلي من نفسك وتقعدي، لا يبقى ممكن وانت راجعه تتسحب الجرين كارد. اوكي، شكرا قوي. شكرا يا الاستاذ وجدي، مساء الخير. نور، اهلا بحضرتك. اهلا بيك حضرتك. اخويا كان معاه جرين كارد من 25 سنة، وبعد كده جاي اقدم على الفيزا، اقدم على الجنسيه، فهو كان كاتب ان هو مش متجوز. وبعد كده لما كتب الجنسيه كتب ان هو متجوز وعنده عيال. فعملوا له، فهو خاف، موجود هنا فخاف لحسن حاجه زي كده، راح نزل مصر. بعد كده هو حب يجي عشان ظروف مصر وحشة. فجاله أمر ترحيل من البتاع ده. فنعمل إيه؟ وهو بقى هو ما كذبش إن هو ساعة لما قدم كان ما كانش لسه متجوز، كان خاطف في مصر. فعايزين نعمل أي حاجة نقدر نجيبه. هو طلع له أمر ترحيل، يعني راح المحكمة وطلع له ريموفال أوردر؟ عشان ما راحش المحكمة. أوكي. هم يعني اللي انا فهمته ان سالت محامي هنا قالوا ان هو عنده الكذب وامر الترحيل. يبقى انا اقول لحضرتك حاجه، هو السيتيزن، عشان كده بقول للناس ما تقدموش على السيتيزنشيب لما متاكدين. ليه؟ دلوقتي السيتيزنشيب يونت بتحول لك على المحكمه ترحيل على طول، فموست بروبلي يتحول ترحيل وطلع قرار ترحيل غيابي in his absence if you are if you have an in absentia order, this is what it is, an in absentia order. مش من حقك تيجي الولايات المتحدة لمدة 10 سنين. There's nothing you can do about it. 10 سنين. يا فندم ده ممنوع يخش الولايات المتحدة لمدة 10 سنين. من يعني جرين بالقرار بتاعه ايه؟ لا ده مش جرين سقط، ده هو عليه امر بالترحيل يا فندم، يعني مش بس جرين، يعني هذا ديبورت اوردر انه ما يخشش الولايات المتحدة. The implication of it انه ما يخشش الولايات المتحدة لمدة 10 سنين. ما ينفعش نعمل ابيل ونفتح القضية؟ لا، it's too late. You have 30 days من قرار القاضي. او نو no, لو عايز تقولي lack of notice عشان هو مشى، بس حتى لو عملت lack of notice على ان هو ما جالوش ميعاد المحكمة، the issue is moot بالنسبة للمحكمة، لانه he self deported himself when he left the United States. فهمت ازاي؟ يعني ممكن انا عندي حالات كتيره قوي ان بيطلع عليهم ترحيل غيابي، اوكي، بس ما بيكونش جاله ميعاد المحكمه فبيطلع ترحيل، فمن حقك انك انت تفتحي ان ريسند، اللغه القانونيه ريسند. ما هو كان بره، ما انا بقول لك ريسند ان ابسنشا فور لاك اوف نوتس، بس لو عملتها للقاضي هقول لك ذا ايشو از موت، هي از اوتسايد ذا يونايتد ستيتس، سو تو ري اوبن هيز بروسيدنجز از موت، لان الشخص حتى لو فتح المحكمه مش هيظهر قدامه، هو اوريدي في مصر والقاضي ما عندوش حكم ان هو يجيبه، لان دلوقتي دخلت في وزاره الخارجيه عن طريق السفاره، مش وزاره ديبارتمنت اوف
يعني هوملاند سيكيورتي. سو اتس نو يا ما قدرش يعمل حاجه في الحاله دي. لا نو رد السان بعد 10 سنين عشان هو مشى بره البلد. لو هو كان لسه جوه البلد وطلع عليه امر الترحيل ده وطلع غيابي وما كانش جاله النوتس من المحكمه كان ممكن نفتح له امر الترحيل. انا ممكن اثبت ان هو ما كانش موجود بره امريكا وما كانش يعرف الجواب. بس انا عارفه يا فندم بس النهارده هو بره البلد. The issue is moot. You have to put all the documentation for the immigration judge. The issue is moot. Why is he going to open if he's going to open the case والشخص مش موجود قدامه فهيعمل له order of deportation again. The issue is moot. You have to be present for the court. طبعا انا مقدم له على الجنسية هدي اتعطل له حاجة. نعم. مقدم له انا citizen ومقدم له اساس يجي. هو دي هتاخد 12-13 سنة وبرضو حكاية أمر الترحيل دي ممكن تمنعه إن هو يخش عن طريق البيتيشن بتاعته. أزمة ترفع حتى لو مراته United States citizen وهي is available هنا بابنه بأمر الترحيل ده. It's a long story. We have to do a long waiver. يعني واو yeah. It's very أنا عايز أعمل waiver من دلوقتي. نعم عايز أعمل waiver من دلوقتي أرفع له قضية وأعمل له waiver. لا you can't do that from a brother to a brother. It has to be a United States citizen wife because you have to show the hardship on the wife and child if he doesn't come back. لكن there is no hardship عليك لو أخوك ما جيش. لازم بنوري a huge hardship على الزوجة والطفل لو هو ما دخلش. الأول بنعمل الـ I-130 يعني assuming لو كان متجوز بنعمل الـ I-130 petition بنعمل الـ approval بنحولها لشيكاغو لوكس بوكس وبعدين بنطلب waiver ولازم نحط doctor report إن الست ما تقدرش تعيش لوحدها من غير جوزها. It's a huge you have to document the hardship والعيال ما قدرش to grow up without a father. لكن أخ الأخ there is no hardship. Trust me on that. Wow. Okay. طيب. Thank you. ماري معانا مساء الخير. يو. مساء الخير. مساء الخير. أهلا بحضرتك. ممكن أكلم الأستاذة جهان من فضلك؟ طبعا تفضلي. مساء الخير أستاذة جهان. أهلا بيكي زيك. الله يخليك أنا متشكرة خالص. عندي سؤال يا أستاذة جهان. أنا مقدمة لإخواتي من سنة 2005 أنا معايا سيتيزن شيب ومقدمة لإخواتي من سنة 2005 وجاهم الكيس نمبر وإحنا مش عارفين هل ده يعني ورق اتسرع ولا هم هيتأخروا وعايزين نعرف إمتى دورهم. أنا مش عارفة أي حاجة. لا هم دلوقتي بيعملوا في جون 22 سنة 2001 فأنت احسبي بقى 2000 لا أنا مقدمة في سبتمبر 2005 يبقى لسه قدامك 3-4 سنين من اخ لاخوه تيكس ا لونج تايم. يعني الحكايات اللي موجوده طب الحصلان في مصر ممكنش يسرع الورق؟ لا خالص خالص ما بيسرعش الورق. لا طيب افرض معلش يا استاذ جهاد افرض يعني بعت زي دعوه انا معايا اخ مش متجوز وبعت له دعوه على اساس ان ممكن يجي هنا هو ممكن ولا برضه ما ينفعش عشان انا مقدمه؟ بصي انا هقول لحاجه انا دايما بقول للناس تراي واي نوت. يعني هم الامبسي عندها نورمالي ريكورد لو واحد مقدم لحد I-130 ما بيدخلوش على فيزيتور فيزا بس واي نوت يو جيف ات ا تراي ممكن السفاره توافق. انا عندي حالات برضو كان في بيندينج I-130 وقدموا بفيزيتور فيزا ودخلوا فدايما اقول لك لا بليز خليهم يحاولوا واي نوت. يعني أوكي. مفيش اي مشاكل؟ لا ما بقولكيش مفيش مشاكل بقول لك يس ساعات السفارة بترفض بس ليه تقولي من الأول لا هترفضني فما أقدمش try أوكي يعني لو جات اترفضت تعرفي السبب but why from the beginning say لا أنا هترفض try وتوري إن عندك basis إنك أنت هترجعي تاني عندك وظيفة عندك مكتب عندك عشان السفارة تضمن إنك أنت هترجعي تاني وتطلبي تأشيرة سياحة. طب بالنسبة معلش آخر سؤال بالنسبة إن هم بيقدموا كل سنة في الهجرة العشوائية دي يعني قديمي أنا بيعرقلهم هم يعني يقدم بيعرقل الهجرة العشوائية؟ لا لا خالص اللاتري ملهاش دعوة أي حاجة بالأي ملهاش دعوة دي يبدي لا متشكرة خالص متشكرين خالص. شكرا بنت الرب معانا مساء الخير. بنت الرب بنت الرب مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا بحضرتك. اكلم استاذ جهان. اتفضلي يا سماكي. انا عايز اسال سؤال بخصوص اخويا. هو واخد الجرين الموافقه من 12/7/2011 المفروض ميعاد الجرين من نفس التاريخ ولا يبقى قد ايه؟ يعني ايه ميعاد الجرين؟ قصدك تقولي ميعاد السيتيزن شيب؟
ميعاد الجرين المفروض ان هو ميعاد الجرين جالك امتى؟ الريزيدنت يا انا مش فاهمه حضرتك. طب هو معاه جرين كارد انت بتساليني ايه؟ هو اخذ الجرين؟ لا هو جاله الجرين اليومين دول بس. أوكي. السنه دي ما اتحسبتش. لا انت الجرين كارد بتحسب من يوم التاريخ اللي اتحط فيه مش من امتى ما اقدم، من from the date of issuance from the USCIS. مش من يوم الموافقه يعني؟ لا طبعا مش من يوم الموافقه definitely not. اوكي طب في سؤال ثاني معلش. اها انا هنا اهو عامله قضيه لجوء. اها معايا 2 بيبي سيتيزن. اها انا من نيوجيرسي. المفروض ان انا عملت الفينجر برينت في شهر 6. فدلوقتي لحد دلوقتي ما جانيش اي حاجه ثاني. ما انا عارفه الفيزا بتاعتي تخلص 13/8. لا مش مشكله الفيزا بتاعتك تنتهي لانك انت مقدمه على اللجوء فاتس ذاتس اوكي. انت قدمتي على اللجوء فانسي على حكايه الفيزا. الفكره ده العادي كل الناس دلوقتي يا جماعه متاخره، ما فيش حد بيروح الاسالم انترفيو خالص، ما فيش غير 4 اوفيسرز لو انت في ولايه كاليفورنيا بيعملوا الانترفيوز. الحاجه الوحيده اللي بتحرك الملف مكتب الكونجرسمن او لو عندك ميديكال كونديشن، ولا حتى المحامي دلوقتي بيقدر يعمل اي حاجه. يعني لدرجه ان هيئه المحامين اللي هي لورز اميجريشن اسوسيشن في الولايات المتحده كلها عملت اجتماعات مع الدايركتورز، والدايركتورز نفسهم بيقول ما فيش في ايدنا حاجه. وي هاف ا لوت، وي هاف ثاوزندز اوف بيبل، وما عندناش المان باور. وير تراينج اور بيست. كل ما يجيبوا تريننج لناس يتحولوا الناس دي تتسحب على حدود معينه في الولايات المتحده. ف دي ار شورت هاندد، فبليز بير مع ود. ولما تيجي تو كومبلين يقول لك طب هما جايين لنا ليه، ما يروحوا لبلاد ثانيه. كل جاي الولايات المتحده. طب هو جوزي حاليا في مصر يعني، انا عامله قضيه اللجوء عشان ابعت له. ما فيش اي حاجه تحرك الموضوع بحيث ان هو لا يجي على اساس اطفاله هنا وكده؟ لا ما فيش حاجه. الحكومه هتحرك لك القضيه لو انت مثلا عن طريق مكتب الكونجرسمن، او لو عندك ميديكال كونديشن خدي الميديكال ريكورد بتاعتك وروحي الاسايلم اوفيس وقدميه، قولوا بليز اعملوها لي مانولي، اي هاف ا ميديكال كونديشن، ذاتس ذا اونلي واي. طيب بعد اذن شيرين هناخد فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا النهارده. اعزائي المشاهدين يعني فيو مينتس ونرجع نكمل برنامج مش لوحدك على قضايا الهجره في امريكا، فابقوا معنا. انا لحد دلوقتي مش قادره I cannot comprehend يعني ازاي زوج يكون بيحب مراته يطلع يخنبر. How do you think people on drugs under the influence function on their daily basis? I think they do function. السالت بقى. أنا عايزين بقى نتكلم على البيتزا. نسينا نتكلم عن البيتزا. السترينث بتاعها فين؟ قصدي على الرجل ولا على الرجل؟ على الرجل. توقعات. المفروض الواحد قبل ما يشتري بيزنس يعني ميك شور ان هي عنده ومظبوطة معلومات. لو فاهم في 50%. وال 50% التانية انت بتتعلمهم في البيزنس. Listing of all the requirements. Yeah. We mentioned some of them earlier. يعني قبل كده الجريدز طبعا مهمة. ال depression ليه انواع ولا كله بيبقى يعني ستايل واحد كده؟ لا طبعا انواع كتيرة خالص. Teeth in the morning. Everything's gonna be مش لوحدك. RBE Construction Custom Made Homes Medical and Dental Offices Animal Hospitals. For more information, contact engineer Rita Bichet. RBE Construction.
New Jersey Spine and Pain Institute. Dr. Joseph Ibrahim. أخصائي في علاج أمراض العمود الفقري وعلاج الألم بأحدث الوسائل الطبية وبدون جراحة إذا أمكن. للاستشارة الخاصة بحالتك اتصل بنا على 201-436-0033. New Jersey Spine and Pain Institute. مكتب المحامية جيهان توماس لجميع خدمات الهجرة، الهجرة واللجوء، محاكم الترحيل، الاستئناف بالمحاكم الفيدرالية، جميع أنواع الفيزا، الإقامة عن طريق العائلة، زورونا في مكتبنا 601 West 5th Street Suite 333 Los Angeles, California 90071. Phone number 310-203-2242. أعزائنا المشاهدين، رجعنا مرة تانية البرنامج مش لوحدك، وأحب أرحب بضيفتي مرة تانية الأستاذة المحامية جيهان توماس. أهلا وسهلا بك مرة تانية جيهان. ابن الرب معنا، بس قبل ما أخذ ابن الرب عايزة اللي ما كانش معنا في الجزء الأولاني من الحلقة، في خبر حلو قلته لنا في أول حلقة من الناينث سيركت بالكورت أوف أبيل. المكتب بتاعك ساعد ان هو يعمل قانون جديد في الهجرة هيساعد ناس كتير قوي، فياريت تقول لنا عليه تاني بسرعة كده. طيب، ان القرار طلع لكل الولايات اللي هي تحت خضع للناين سيركت كورت أوف أبيل، ان الشخص او الاب والام او البيرنت ممكن يحقله او يمنح اللجوء بناء على اذى حصل لابنه. مش لازم يكون الاب والام حصل لهم اي حاجه خالص، يعني ممكن شخص يقول ابني تعرض للتهديد في المدرسه واتبهدل، والسايكولوجيكال بتاعته اتبهدلت، او مثلا رفض ان هو يدوله علاج او يعملوا اي حاجه وحصل له اذى، والاب والام نفسهم ياخدوا اللجوء بناء على ذلك. That's wonderful which news. Is great. Thank you. طب بعد اذنك نكمل مكالمتنا. ابن الرب معانا، مساء الخير. الو، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، ممكن اتكلم مع زوجتي؟ طبعا، اتفضل، هي سامعك. بعد اذنك استاذ جيهان، انا جيت من مصر وانا متجوز ومعايا سايب مراتي وعيالي في مصر، وجيت هنا عملت سايلنج، عملتها في قالوا لي نيوجيرسي نيويورك مقفوله، فعملتها في شيكاغو قالوا لي عشان بتبقى اروى شويه. عملت انا فينجر برينت من حوالي 10 ايام. بس انا عملتها قبل ما اكمل الست اشهر، بعد ما جيت من السفر بالظبط من حوالي شهر وشويه رحت قدمت. انا كنت بس عايز اعرف اول حاجه، كنت عايز اعرف ايه مخاطر ان انا ادخل الانترفيو بتاع من اخر 6 اشهر. ناس خوفوني من القصه دي. لا، مفيش حاجه يا فندم، لان موست بروبلي هيجي لك الانترفيو ديفينتلي واي افتر لما تكمل الست شهور من كتر الزحمه، فما تقلقش فيها. كان الاول تقدم في 6 شهور قبل، دلوقتي بتقدم وبتاخد الفينجر برينت وبتقعد بالشهور، وبتبقى الفيزا اوريدي خلصت ولسه ما جالكش انترفيو من كتر الزحمه. حتى الولايات الزحمه دي، ثلاث ارباع الولايات زحمه. انا بقول لك ساوث كارولاينا، قصدي الريه، الولايات الريه زي مثلا نازلي في كام ولايه كده ريقه، يعني ما اعرفش حكايه كام ولايه كنا قدمنا، بس اتس سيم، لان عندي كذا حته في كذا ولايه، ومفروض ان ما يبقاش فيها ناس كتير، وبقى لها يمكن 8 شهور ومش جاي لي حاجه. yeah. ستيرب. طيب، في حاجه معلش فايسل عليها تاني. انا طبعا انا قاعد في نيوجيرسي، فاضطريت ان انا اخدت طيران، عملت فينجر برينت ورجعت، وساعه المقابله عمل نفس الكلام. هل مثلا اقدر اغير عنواني بعد ما اخد الابروفال، لو في نصيب وان شاء الله اخد الابروفال، اقدر اغير عنواني على طول عشان اقدر اكمل الدنيا من هنا بدل ما افضل رايح جاي، ولا لازم اكمل باقي الدنيا كلها هناك، يعني السوشيال وكل حاجه؟ لا، ممكن تكمل كل حاجه من نيوجيرسي، بس عايزه اقول لك حاجه، لما بتحط بروف اوف ريزيدنسي في حته غير اللي انت عايش فيها، الاوفيسر لازم اول ما تخش الاسايلم يقول لك وريني بروف انك انت عايش هنا، عايز شقه الايجار، عايز النور، عايز الميه، عايز التليفون، عايز البنك، فايه الدوكيومنتس اللي انت عملتها تو استابليش ريزيدنسي ان شيكاغو. تمام.
مش في خلي بالك خلي بالك اوكي سو دوكيمنت ذات عشان انت عايش في ولايه ثانيه يعني هاخد معايا الحاجات دي لو في وقت الانترفيو هاخد الحاجات دي معايا يس طيب لكن ساعتها وقت ما اخد الابروفه اقدر اغير العنوان واجي اعمل السوشيال من هنا واعمل ورق مراتي وعيالي من هنا عادي صح يا فندم مش لازم اعمله من هناك لا يا فندم طيب معلش سؤال اخير انا معلش اختي في ايطاليا وجوزها وعيالها معاها الجنسيه وهي معاها بس الاقامه لكن معاهاش جنسيه تقدر تيجي هنا عشان العيله كلها هنا تقدر تيجي هنا تيجي تعمل اسايلمنت ولا لا اسايلم اسايلم ما ينفعش يا فندم عندها اقامه في دوله اخرى عندها firm resettlement في دولة أخرى. لجوء is not an option. لازم تكون جاية من بلدها؟ لا لا مش لازم عندها حتى لو جاية من بلدها بس معها باسبور أو إقامة دائمة في إيطاليا. ده ليه جاية الولايات المتحدة؟ لو أنت خايفة من مصر أقعدي في إيطاليا. لا أنا قصدي اللي لازم يقدم على الأسايلم كيس لازم يكون جاية من بلده. لا مش شرط بس لازم يكونش عندك إقامة من دولة ثالثة. يعني ممكن تكون جاية من إيطاليا؟ بس ما هاش اقامه يعني قاعده الاقامه مثلاً. الاقامه بعد اذنك ما بتبقاش مظبوطه على الباسبور بتبقى ورقه برمانيه لا وجوزها ايطالي هيقول لك طب جوزك ايطاليان باسبور لجوزك ما يقدملكيش عشان تعيشي في ايطاليا ليه جايه الولايات المتحده في مأوى في دوله ثالثه يو كان نوت طب معلش اخر سؤال بالنسبه للموضوع على فكره بس انا عايزه اضحك بس معلش كل مره بتقولي اخر سؤال فعلا ناخد سؤال معلش لا اتس اوكي بالنسبه لموضوع السفاره المقفوله ده برضه مخوفني شويه هل لو فضلت السفاره الاحداث مثلا في مصر مؤخرا ممكن لما يجي اقدم لمراتي مثلا اقدم لها مثلا ممكن تسافر اي دوله جنبيها تروح تخلص الورق هناك لا لا لازم من مصر يا فندم طيب اوكي ماريان معانا مساء الخير الو مساء النور اهلا بحضرتك اهلا ازيك انت ممكن اسال حضرتك بس سؤالين انا سؤال انا عملت السنجل برينت يعني قدمت يوم 16 جالي السنجل برينت بعد يومين جالي يوم 18 عملت يوم 19 ومستنيه الميعاد خلال قد ايه يجي لا بس انا قدمت بعد 4 شهور من الفيزا لا يا حبيبتي ما انت زيك زي غيرك انا ما اعرفش هيجي امتى يعني على حسب الكمبيوتر اخدك ما اخدكيش لو بعد 45 من الفينجر برينت وما جالكيش ابوينتمنت يبقى القضيه بتاعتك وقعت من السيستم انا بقولها لك احسبي 45 دايز من وقت يو برينت لو ما جالكيش ميعاد مع كده القضيه وقعت من السيستم هتبقي زيك زي غيرك لازم تروحي تعملي انكويريز ولازم تروحي للكونجرسمان ولازم يعني اتس ا لونج هاسل مش انت وحدك بس في الافات الناس من جميع الولايات ومش بس من مصر يا جماعه من دول تانية طالبه اللجوء يعني از ماتر اوف فاكت سوريا بتاخد برايورتي انا سمعت السيرم بياخدوا برايورتي اكتر من اي دولة أخرى بس التشاينيز ما بيجي لهم مش حاجة اندونيسيا ما بيجي لهم مش حاجة خالص لكن القضية بتاعت الأسايلم يعني ممكن تترفض لا لا مش حكاية ابني 4 سنين في مصر وسايبة جوزي يا حبيبتي مش حكاية تترفض انت بتقولي دلوقتي ايه حيثيات قضيتك طبعا ما اعرفش ايه حيثيات قضيتك وانت كاتبة ايه في القصة بتاعتك وازاي تعملي تستيموني في القضية بتاعتك يعني this is all adds up قضيتك هتكسب ولا لا بس ان شاء الله تكسب بناء على الاحداث بس طبعا اساسي انك انت تعرفي تكوني consistent او اقوالك متطابقه تماما للي انت كاتباه طيب هسال حضرتك حاجه في واحده خدت الابروف وعملت لاولادها ابن اولادها وكده في مصر عملتهم الورق ينفع تسافر كندا وهي لسه ما خدتش الجرين ولا لا طبعا ممكن وبتطلع حاجه اسمها ريفيجي ترافل دوكيمنت بتطلعه وبيطلع في 60 ل 90 يوم وكانت تطلع اي دوله في العالم الا مصر حتى قبل ما يجي لها جرين كارد يعني شكرا استاذه جيم ثانك يو ثانك يو الاستاذ نعيم مساء الخير مساء الخير اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك كنت عايز اسال بعد اذن حضرتك كنت مقدم لوالدتي على جرين كارد ام فكنت مقدم لوالدتي على جرين كارد فجالي من حوالي كام يوم كده حاجه من الاميجريشن دليفري هاند دليفري طالبين اللي هي I-94 for some reason ضاعت مني what should I do
لو هي كانت جوه البلد وبتعمل adjustment لازم very important نوري انها she was admitted and inspected عن طريق I-94. لو مش لاقي I-94 please اعمل full copy من الباسبور بتاعها including الختم المختومة فيه الadmission من الimmigration، غير كده مش هتقدر تاخد green card. شوفين الختم اللي على الباسبور الموري ان هي دخلت was admitted and inspected لو I-94 راحت منك او راحت منها. طب معلش انا كنت هي وكيس اساسا بيندينج سافرت مصر، ما كنتش عارف ان هي لازم تعمل الابلكيشن اللي هو الفورم اللي هو I-131 ده هيأثر ممكن على الجرين ولا هي طلعت على ادفانس بارول؟ هي طلعت على حاجه اسمها ادفانس بارول، اصل ما تبقى مقدم ادجستمنت وتطلع بره البلد لازم تبقى عن طريق ادفانس بارول. انا ما كنتش عارف كده، انا كنت مره هناك كانت الفيزا بتاعتها لسه ما خدتش، فاكيد طلعت على ادفانس بارول ورجعت يعني. طب ما دي مشكله على العموم. I don't like. It's more, انا لو كلاينت عندي كنت اقول لك لا خلي لازم تقعد لحد ما يجي لها الانترفيو، ولما يبقى يجي لها جريكا تبقى تنزل، لان this is complicated things. I don't know where is your I-94. دور على I-94 بتاعتها الاولانيه اللي هي قدمت عن طريقها الادجستمنت او الستامب بتاع الباسبور بتاعها، ولازم ترجع بسرعه عشان لما يجي تحضر لها الانترفيو. لا هي موجوده هنا، سوري هي موجوده. لا ما تقدرش تقدم الادفانس بارو، انت عايز الانيشال ادمشن بتاعها اللي بناء عليه قدمت الادجستمنت اوف ستاتس. بس اكيد عندك I-94 لان ما كانش ممكن يطلعوا لها الادفانس بارول من غير I-94 فور تراي تو لوكيتد، او ممكن حضرتك تطلع بدل فائد. It takes about 60 to 90 days and you have to pay a fee to the immigration. You can request a reissuance of the I-94 again with a fee. هي المشكلة ان هي الورق ده لازم يكون هناك خلال اسبوعين. نعم؟ الورق لازم يكون هناك خلال اسبوعين، يعني هو مدين الميعاد اللي هو يبقى اقول له حضرتك I've lost the I-94 however I have an admission inspection and admission record through the stamp on the passport confirming entry with the Los Angeles port of entry or whatever on such and such a date عشان شافك من كاليفورنيا. اوكي؟ استاذ هاني معانا من مصر. صباح الخير يا استاذ هاني. ايوه مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. استاذ حضرتك كان ليا سؤال. اتفضل. انا بابا مقدم لي ليه ابناء حامل الجنسيه متزوجين فوق 21 طبعا. من شهر 12 2003. دلوقتي أوكي. بيعملوا 12 2002. ايوه ما هو تقريبا فاضل سنه. هو في دلوقتي حاجتين عايز اسال عليهم. اولا هم كانوا قاعدين كان قاعد هو في شيكاغو ونقل لفيرجينيا. دوت هيأثر في اي حاجه؟ بس هو لازال محتفظ بمكان السكن، يعني لو في اي جوابات جت هتوصل. نو بروبلم ات اول، خالص ما فيش اي مشكله. طيب الحاجه الثانيه بقى بالنسبه للضمان بعد كده. هو في بعض الاوقات ما كانش بيشتغل وكان بياخد اعانات، انا طبعا دي مش فاهمها قوي ايه اللي كان بيعمله، بس ايه اللي بيأثر في الضمان في الموضوع الفلوس ده؟ لازم يا فندم يوري ان هو بيعمل فلوس. لو هو ما بيعملش فلوس لازم هو برضه لسه يقدم افيريفر اوف سبورت I-64، ولازم يلاقي حد يعمل كو سبونسر، والكو سبونسر ده لازم يبقى بيرمننت ريزيدنت او يونايتد ستيت سيتيزن، والكو سبونسر لازم يقدم التاكس ريتيرنز بتاعته ويوري ان هو هي هاز انف انكم تو سبورت عشان ما تبقاش على حكومه لما تخش. ولو حضرتك جيت او انت او اي حد من عيلتك اخذ اي عالم الحكومه الامريكانيه هيقول اول ضد ابوك وبعدين next would be انا ولا هو؟ لا لا لو هو خد اي حاجه. لا مين اللي اخد؟ انت اللي هتاخد الحق، انت اللي جاي immigrant على البلد مش هو. لا فاهم؟ الوالد نفسه، الوالد نفسه لما في اي وقت من الاوقات لما ما كانش بيشتغل وخد فلوس دي فيها مشكله؟ لا ما فيهاش مشكله، هو بيعمل لك الافيديفر اوف سبورت، بس عشان هو بياخد فلوس من الحكومه معنى كده هو ما بيعملش انكم انف عشان تو سبورت نيو بيبل ان هم يخشوا الولايات المتحده، فبالتالي لازم هو لسه يعمل الافيديفر اوف سبورت ويجيب حد يضمن معاه بيعمل فلوس ومستعد ان هو يتحمل المسؤوليه، فهمت؟ يعني لو اخويا نفس ما فيش مشكله لو هو ينضموا لبعض. That is correct. اوكي لكن هو ما فيش مشكله في اي حاجه في العنوان. لا يا فندم at all. اوكي اشكر حضرتك. بنت الرب معانا، مساء الخير. بنت الرب. الو. مساء الخير. الو. مساء الخير حضرتك على الهواء. مساء الخير. ازي حضرتك؟ ازيك انت؟ ممكن اسال الاستاذه جيهان؟ اتفضلي يا سماعك.
لو سمحت يا استاذه جهان، انا ليا سؤال بس هو مختلف، مش في الهجره. لا انا ما بعملش غير هجره، سامحيني يا مدام، سامحيني، انا بعمل يعني هجره بس. انا كنت بس عاوزه استفسر بس على حاجه، بس حضرتك بتقولي ما فيش من. لا انا تخصصي هجره بس، وانت عارفه المحامين هنا كل واحد بالتخصص بتاعه. طب شكرا، ميرسي خالص. مورين معانا، مساء الخير. اهلا يا مورين. أيوة، مساء الخير، ازيك انت حبيبتي؟ استاذه جيهان بعد اذنك. اتفضلي يا سماكي. انا جايه زياره هنا لمده اسبوعين، وان شاء الله همشي يوم 12 الشهر ده. وانا عايزه اعمل مشروع صغير كده في حدود 100,000 دولار. وعايزه اعرف الاجراءات اللي هتتعمل ايه. حضرتك اولا انا فتحت حساب بنكي عادي، ينفع ده ولا لا؟ بيرفكت، حطي فيه مبلغ صغير 100 دولار. ليتس بوت 100 دولار. اوكي، ولازم يعني ممكن ينفع ولا لازم اكونت بزنس اكونت؟ لا، ممكن تفتح حساب باسمك انت. اوكي مشكلة. طب انا عامله توكيل لاخو جوزي عشان هو اللي عايش هنا، انا طبعا مش عايشه هنا وجايه لوحدي. ولادي وجوزي في مصر. اوكي، ودلوقتي انا عملت توكيل لجوزي عشان هو اللي يمشي في الموضوع، ينفع برضو ولا؟ ممكن ممكن. طب ما انا عايزه اعرف الاجراءات بالظبط ايه، هل الاجراءات اللي انا مشيتها دي صح ولا في حاجه تانية؟ لا، اللي بيحصل بقى حضرتك انه الاول بعد كده بيتحول المبلغ اللي انت هتعمليه بالبيزنس ده من الاكونت بتاعك في مصر الى الاكونت هنا اهو. اوكي، وبعدين الفلوس اللي اتحولت من هنا هي دي اللي هيبقى فيها الاستثمار اللي هتشتري بيه المشروع، معرفش محل، لاندري، ريستوران، كافي. فلازم يوري الاسكرو اللي طالع بالمبلغ بتاع الفلوس من الاكونت بتاعك هنا لحساب البيزنس، وبعدين لازم توري كل اوراق البيزنس، المحل، اللايسنس بتاعته، الليس اجريمنت للمكان، لو عندك اي حد هيشتغل، المنيو، everything documenting البيزنس اللي هتعملي. وبناخد الاوراق دي، وطبعا بناخد حسابك في مصر قبل ما بالمبلغ اللي فيه 100,000، وبعد ما اتسحبتي حسابك في البنك وناقص الواتيفر ال 100,000، وبعدين حسابك في البنك هنا اللي هو فيه 100 دولار، وبعدين لما تجالك التحويل حسابك في البنك بعد ما فيه 100,000 و100 دولار. You understand how it works؟ So I document the transfer of the money والwire remittance اللي جايه من البنوك. طب حضرتك انا كلمت حضرتك في المكتب ورد عليا، وانا كنت عايز اقابل حضرتك برضه عشان ايه افهم اكتر. فهل ممكن ان انا ابقى اجي لحضرتك؟ بس انا ما عنديش وقت خالص غير اسبوع. لا انا سامحيني، انا طالع اجازه اسبوع، فانا مش راجعه قبل يوم الاثنين الجاي، فام سوري بقى، ممكن حضرتك تكلميني في التليفون؟ طب خلاص، شكرا ليك. شكرا، طيب شكرا. غاده من مصر، صباح الخير يا غاده. صباح الخير. اهلا بحضرتك. صباح الخير استاذه ايناس، ازيك؟ اهلا اهلا بحضرتك. اكلم استاذه جيهان؟ اتفضلي يا سماك. انا موضوعي استاذه جيهان بخصوص الاميجريشن، الهجره. بابا مقدم لي انا، وانا عايشه في مصر ليا ولعيلتي، يعني انا وجوزي واولادي. رحت زياره من 5 سنين ورجعت، بس انا كسرت 11 شهر قعدت هناك، ماما تعبت وقعدت معاها 11 شهر، كسرت الفيزا. وسبت ابني كان عنده 12 سنة، فطلع قانون قعد دلوقتي 5 سنين. قانون دريم اكت. دريم اكت لابنك. اوكي. فهو عمل فينجر برينت في 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 شهر 12. ديسمبر. خلاص. لغاية دلوقتي ما جاتلوش الانترفيو، ما جالوش اي رد. لا يا حبيبتي، دريم اكت ما بيجيلهمش انترفيو. دريم اكت احنا بنقدم الابليكيشن، بيعمل فينجر برينت، وانس بيتوافق عليه بيطلع له الورك بيرميت، ذاتس ات. ما بيش هيبقى فيها اي نوع من الانترفيو. يعني التاخير ده طبيعي؟ ده طبيعي، بياخد من 6-7 شهور لحد ما جتس ادجوديكيتد. سو اتس اباوت تايم. طيب الابن الثاني في شيكاغو عنده 14 سنه بيدرس عند خالته. كل ما اروح للسفاره هنا انا تعبان نفسيا عايزني معاه، فكل ما اروح للسفاره بترفض، رفضت مرتين عشان كسرتي الفيزا. ايه افضل فوربيدن يعني على طول ولا ولا ليها وقت؟ keep on trying. انا بقول لك keep on trying، فاهمه ازاي؟ بس اروح احاول. yes. طب حتى لو نزلته دلوقتي واخدته معايا السفاره، مين عارف انه هيرجع تاني يدرس؟ اللي هو معاه ستودنت فيزا، اللي معاه سيتيزن. لان بتاع دريم اكت لانه كسر ما يقدرش يطلع. هي doesn't have the لا دريم اكت بقاله 5 سنين خلاص انطبق. ما انا بقول لك لو الثاني ما كسرش وهيز اون ستودنت فيزا، اون ا فاليد ستودنت فيزا، ويا دوبك هياخدها ستامب من السفاره، يو شود هاف نو بروبلم.
لكن الثاني 14 years old and he have he is citizenship. Oh yeah, he's a U.S. citizen. آه. Okay, you no problem. هو اللي هيخش ويطلع زي ما هو عايز. He's a United States citizen. يقدر يجي أو أقول لك أخش معاه سفارة كان بي مي يعني عشان يعطوني أنا الفيزا. ما أعرفش صدقيني this up to the embassy هما بيقرروا يعني إذا كان هيدوها لك ولا بس لو في كسر فيزا من خبرتي دايما بتترفض. أنا لي أنا 11 شهر كسر. وعد علي 5 سنين. I know it's a hassle. بس حاولي why not you can try بس you انا ليا معايا ابروف من والدي من 2007 في الاميجريشن طب شوفي يبقى عندك كذا حاجه مش بس الكسره وعندك pending I-130 ما قلتليش دي في الاول فعشان كده وريتي ان النيه انك انت تهاجري ف that's why ما بيدوها لكيش ما بيدوها ليش يبقى لازم استنى يعني المعامله تجرب برضه تجرب انا بقول للناس دايما try شكرا يا استاذه شكرا لك حبيبتي معانا مريم مساء الخير الو مساء الخير يا مريم مساء الخير اهلا بحضرتك ممكن اكلم الاستاذه جيهان اتفضلي سامعاكي لو سمحت كان عندي ابني عامل قضيه اسايلم وفعلا جاله ميعاد مقابله عمل الاول فينجر برنت وجاله ميعاد مقابله على يوم 30/4 بس بعد كده الميعاد ده اتكنسل ولغايه دلوقتي ما جالوش اي حاجه ما بقول لكم نيويورك ونيوجيرسي قفلت المكتب لمدة سنة ونص فأنا عايزة الكلاينتس بتاعتي اللي في كاليفورنيا تسمع الحكاية دي بيجي لهم وبعدين بتكنسل أنا فاهمة فعلا كده بس سألي لحضرتك هل في الوضع الحالي ده ممكن يقدم دراسة للجامعة؟ لا وانس كسر الست شهور is very difficult تعملي أي حاجة تانية يعني هل بعد كده هو دلوقتي هيطلع له تصريح عمل على يوم 15/8 هل بعد تصريح العمل ده ممكن يقدم دراسه للجامعه يعني ممكن يقدم بس مش هيبقى على student visa هيبقى يعني زي غيره يعني if they accept him or not based on social security alone I don't understand دي بتبقى بالنسبه للكوليدج مش سؤال هجره بالنسبه لي طب هل ده يأثر على مصداقيته بالنسبه لقضيه الاسايلم بعد كده طب ايه دخل المذاكره في قضيه اللجوء يعني الشخص مش هيقعد كده ما يعملش حاجه اكيد لازم يذاكر فده ما بيأثرش على القضيه يا مدام طيب وهيكون موقفه القانوني ايه بقى لما يقدم للجامعه هيبقى موقفه القانوني قدام الجامعه ايه هو pending asylum لسه ما عندوش اي legal status جوه الولايات المتحده طالما he's not approved ما عندوش اي status يعني مش هيبقى في مشاكل خالص ان هو يبتدي يدرس ده بعد تصحيح العمل بصي انا ما اعرفش الكل انت بتساليني حاجات اسئله بالنسبه للجامعه هتبص عليه ازاي انا محاميه هجر انا بقول لك قانونيا واحد pending asylum ما عندهوش اي اقامه قانونيه لان ما اتحكمش في القضيه بتاعته هو بيقولوا له احنا مديلك يعني تصريح العمل مؤقتا مبدئيا لحد ما نبث او نبت في القضيه بتاعتك سو تكنيكلي يو هاف نو ليجل ستاتس جوه الولايات المتحده يعني معنى كده ان ممكن الدراسه دي بعد ما يعني بعد ما يثبت في قضيه الاسايلم بالنسبه لي يبقى الدراسه اسهل يعني مش في الوقت لا مش حكايه الدراسه اسهل انا انت بتسالني في حاجات في الجامعه انا افضل ان حضرتك توجهي تروحي مع ابن حضرتك للجامعه وتوجهي الاسئله دي كلها للستودنت كونسل او للفاكولتي او فاهمه ازاي انت سأليني بالنسبه للهجره بتاعته ايه موقفه القانوني ازاي ياخد فاهمه يعني حاجات قانونيه بالنسبه للهجره بس انت كلها بتساليه بالنسبه للجامعه طب الجامعه هتشوفه قد ايه طب فانا بقول لك هو الجامعه بتشوفه على انه شخص لسه ما عندوش اقامه دائمه جوه البلد او ما عندوش حتى اسايلم ستاتس او اسايلي ستاتس لان لسه ما تبستش في قضيته والجامعه في الحاله دي بتعامله كانه زي اي فورنر يعني yes. في قبل yes. ما يبقى يديله الابروفال وما يقدرش يبقى ستودنت فيزا لانه لو هو كسر الست شهور هي باس ذا تايم ان هو يعمل تشينج اوف ستاتس من الفيزيتور فيزا بتاعته للستودنت فيزا اي سي سو ذاتس واي ام تولينج هي كانوت بي اون ا ستودنت فيزا معانا الاستاذ هاني من قطر استاذ هاني مساء الخير يا مدام ناس مساء نور اتكلم مع الاستاذ جيهان فضلك اتفضل يا سماك اتفضل استاذ جيهان من فضلك انا جرين كارد هولدر من سنه وثلاث شهور لوتري جيت انا وزوجتي في ابريل 2012 كنت بدور على شغل في خلال اسبوعين
انا كنت مقدم على اشغال تانية في دول عربيه وجالي عقد عمل في قطر فروحت اشتغل فيها واشتغلت في القاعده العسكريه هناك واتعملت لي اقامه في قطر. سؤالي حاجتين، اول حاجه هل وضع اقامتي في قطر انا بطول كل 6 شهور وكل حاجه بروح اجي امريكا يضرني في حاجه، وهل شغلي في القاعده العسكريه في قطر شركه مقاولات هناك يفني في حاجه؟ انا حتى في يعني في التحريات بتاع الاف بي اي بتاع القاعده العسكريه انا قلت ان جرين كارد هولدر بحيث استفيد من ان انا بشتغل في القاعده العسكريه في قطر. فلو هي القاعده العسكريه، القاعده العسكريه دي تابعه للقوات الامريكانيه؟ القاعده تابعه للقوات الامريكيه بس انا مش شغال طب فيها، انا شغال في شركه مقاولات بتعمل عندهم شغل جوه. لا بس انا هقول لحضرتك لو انت تبع قاعده امريكانيه عسكريه من حقك انك انت حتى تسهل السيتيزن شيب بتاعتك، لو قاعده امريكانيه وبتشتغل اوفرسيز فاسال مع القاعده الامريكيه يو هاف ذا رايت انك حتى تو اكسبيدايت الناتشرايزيشن ابلكيشن بتاعتك قبل الـ5 سنين، بس لازم تكون بتشتغل في قاعده عسكريه امريكانيه. بشتغل از سب كونتراكتور، از كونتراكتور بعمل لهم. لا بس مش يعني نوت اون ذا اون ذا اون ذا ارم فورسز. مش الصف عندهم. طب انا هقول لحضرتك حاجه، انت ممكن بتاخد اذن على الوايت باسبورت، افضل حضرتك تعمل حاجه اسمها وايت باسبورت اوكي، بس لما تيجي تعمل السيتيزنشيب بتاعتك الفكره انك انت قعدت بره البلد may not hinder التايم بتاعك because you can show two things either you worked for the armed forces or for an American company that advanced the interest of the United States overseas okay or the military or part of the military that advanced the interest of the United States overseas. فافضل حضرتك بليز لما ترجع الـ6 شهور مره بليز اعمل وايت باسبورت، ولما تيجي هتقدم على السيتيزنشيب يو مي هاف ا ويفر عشان انت قعدت وخدمت مع القوات العسكريه الامريكانيه. اوكي يعني جاتك تنصحيني ان اعمل الـI-131؟ يس اللي هو ري انتري بيرميت. اوكي بس ده هيلزمني ان انا اقعد 2-3 شهور في امريكا عشان اقدر اعمل له سيرتيفيكيت. ما لازم يا حضرتك تقدم الورق وبتعمل الفينجر برنت وبعدين امشي، يو هاف تو. ما 1+1=2، انت عايز ايه؟ وات از مور امبورتنت؟ يعني حضرتك ضحي، معلش حضرتك ضحي 2-3 أسابيع عشان تضمن يبقى معاك جرين كارد، صح؟ اي وود. صح؟ اي وود. انا فعلا سالتهم في المطار وانا داخل في مايو اللي فات على النقطه دي، كنت يعني استسلمت قوي ان انا اكلم الاوفيسر بتاع الجوازات اقول له قلت له يعني هل يلزم ان انا اعمل الاي 131؟ قال لي احنا عارفين كل حاجه عنك. يعني انا لا يا فندم، لا يا فندم، ده على البورت اوف انتري. انت ما بتيجي تقدم السيرش بتروح يونتس ثانيه، اسمع كلامي، you go do the I-131 ولما تيجي تعمل citizenship you can claim a waiver but you have to document they either work for the armed forces or for any company that advance the interests of the United States government forces overseas. طيب معنا في سؤال تاني حضرتك ولا خلاص؟ خلاص. اوكي بنت الرب معنا، مساء الخير بنت الرب. لو سمحت انا كنت عايزه اسال الاستاذه جيهان تفضلي. على اني انا مقدمه على اسايلم بس انا تعبانه، عندي السكر وعندي الضغط وتقريبا عندي حاجه في القلب بدات تيجي دلوقتي، فانا اعمل ايه عشان اعجل ال اوكي تروحي تجيبي اوراق تروحي تعملي التحليل عشان تشوفي انك هاي دايابيتس وانك انت بتاخدي انسولين فور داي دايابيتس او انجكشن هو نوز، تروحي تجيبي الهاي بلاد بريشر وتجيبي سكان على الـ مثلا اللي هي الاي كي جي صح مش دكتور على القلب رسم القلب، وتاخدي الاوراق دي وتروحي الاسايلم اوفيس بتاعتك وتقدمي الميديكال ريكورد وتروحي تعملي انكوري تقول عايزه لازم يو هاف تو تيك ريكورد اي توك ذا باثولوجي ريبورت للكانسر بيشنتس بتوعتي قدمتها عشان اثبت ان هم دي هاف كانسر سو يو نيد تو تيك اول ذيز ريكوردز وتقدميها وهيعجلوا لك الميعاد. معلش استاذه جهان انا مش فاهمه بعض الكلام كله لاني انجلش انا بفهم عربي. لا انا رسم القلب، تاخدي رسم القلب وتاخدي التحاليل بتاعتك. انا لسه هعمل هنا في امريكا رسم قلب
مش طبعا انا مش عاملاه في مصر. طبعا عندي تحاليل وعندي بعمل تحليل وظائف كلى وظائف كبد. هتاخدي التحاليل بتاعت السكر وتاخدي كل الادويه اللي انت بتاخديها بالنسبه للسكر وتاخدي الريدنج او القرايه بتاعت ضغط الدم وتاخدي البريسكريبشن او الادويه اللي بتصرف لك عشان ضغط الدم وتاخدي رسم القلب. اوكي طب هو ما الادويه بتاعتي اللي انا باخدها من مصر مفيش انا جايه بيها من هنا وقربت بتخلص ومش عارفه اعمل. طب يبقى اديها لمحاميتي ولا انزل اول؟ لا هقول لحاجة، انا مثلا انا اخدتها للكلاينتس بتاعتي، فانت افضل انك انت تاخديها المحامية بتاعتك. اوكي هي تاخد الاوراق دي وهي تقدمها لك بجواب منها. اوكي الف شكر. شكرا خالص. ديفيد معانا، مساء الخير. النور. انا كنت عاوز اسال، انا كنت جاي كده امريكا على F1 فيزا. على F1؟ بعدين before قبل ما الفون فيزا اسيبها انا قدمت على الطيران. بعدين انا طبعا وقعت في الحفره اللي الناس كلها بتقع فيها اللي هي لسه مستني ابوينتمنت. ما زيك زي غيرك. بس انا جالي اللوتري في شهر 5 وجالي ممكن سمبل يعني قليل جدا. مش سامع حضرتك الصوت، مش جالك ايه؟ جالي اللوتري، التي في لوتري. اوكي. في شهر 5 والكيس نمبر قليله يعني 2000 2200. طيب هل حضرتك قدمت، فيري امبورتنت كويشن، هل قدمت الاسايلم بتاعتك قبل ما تكسر 6 شهور؟ قبل ما اكسر، لا انا ما سبتش الكليه الا ما كنت. يبقى انت دخلت على ستودنت فيزا وقبل ما تكسر ستودنت فيزا كنت مقدم على الاسايلم، از ذات كوركت؟ وجالك اللاتري. اوكي هل انت لسه على ستودنت فيزا؟ لا. اوكي يبقى لازم تاخد الجرين كارد من السفاره في مصر. خالص يا فندم، خالص يا فندم. لو كنت لسه على ستودنت فيزا كان ممكن نعمل تشينج اوف ستاتس من ستودنت فيزا لجرين كارد، بس عشان انت وقعت من ستودنت ما تقدرش تحول من pending asylum للجرين كارد، لازم تنزل تاخدها من مصر. وعشان انت ما كسرتش الفيزا ات اول وما عداش عليك 180 يوم كسر، فمن حقك انك انت ترجع از جرين كارد. بس مشكلتك في حاجه واحده، لازم بتتاخد في شهر اكتوبر. لو السفاره المصريه هو عندهم فتره معينه، لو السفاره اتقفلت بسبب البوليتيكال كلايمت هتخسر الجرين كارد وهتخسر البندنج اسايل. دي الحاجه الوحيده اللي مؤلن، اتس فيري ريسكي. بس في حاجه، هل اللي هو السفاره في مصر هتيجي تقول لي انت دلوقتي رحت امريكا ودخلت بغرض نون ايميجرنت ديتنشن وقدمت على اسايلم وجات البلد اوف بيرسكيوشن؟ يا فندم انا عندي ناس كانوا مش بس مقدمين اسايلم، انا عندي ناس في المحاكم واخدناهم voluntary departure من قدام القاضي بس عشان كانوا مقدمين قبل ما يكسروا ورجع وعملت كل الورق بتاعهم لحد ما جاء الامباسي appointment وسافروا بسرعه بالvoluntary departure order ورجعوا تاني مفيش شهر. So it's not an issue. هي مشكلتك بس لو الامباسي قافله during the time they are granting the visa. وفي ناس حصلت بعد كده وخدوا الجرين كارد ورجعوا تاني. نو بروبلم، كذا حاله في مكتبي. طيب في نقطه مهمه كمان، يعني انا دلوقتي لو لا قدر الله يعني اتحولت محكمه واترفضت ورجعت مصر في الميعاد عادي؟ لا انت بتقول لي انذر سيناريو، انت بتعمل سيناريو انك انت لا انت عارف حضرتك يعني. انت عارف حضرتك لازم تعمل ايه؟ This is what you should do. I would ارجع اروح الاسايلم اوفيس بس هتكون اوريدي قررت تاخد اول حاجه كل الريكوردز انك تثبت انك انت يو مينتين ليجل نون ايميجرنت ستاتس انكلودينج ذا فايلينج اند ذا فينجر برينت اوف يور اسايلم ابلكيشن، وبعدين اخد اروح الاسايلم اوفيس اطلب سحب الاسايلم من مكتب الاسايلم وتقول لهم I'm withdrawing وراجع البلد وادي التيكت بتاعتك and you need to speak to a supervisor، وبعدين تاخد الاوراق دي كلها عشان ما يبقاش الاسايلم انت ترجع مصر، وبعدين هم يحددوا لك ميعاد، وبعدين تتحول على المحكمه ويطلع عليك حكم غيابي وانت اوريدي لسه ما عملت، فهمت انا اقصد ايه؟
فانا I would close all doors بان انا اروح مكتب الاسايلم اسحب الاسايلم وبلغهم ان انا راجع عشان جالي اللوتري عشان ما يتعملكش انترفيو بعد ما تظهرش وحولك المحكمه ويطلع امر بالترحيل غيابي عليك زي الحاله اللي كانت كلمتنا قبل كده. اه بس في حاجه يعني انا تحولت المحكمه دي مش كويس يا فندم. احنا هتتحول محكمه ليه؟ انت اوريدي هترجع في اكتوبر عشان تاخد الجرين كارد يعني وير از ذا كورت هير؟ ذير از نو كورت. فهمت؟ طيب ايوه انا فهمت اوكي. انت في المكتب اوريدي انت في مكتب الاسايلم مش جاي لك انترفيو فانت عايز ترجع للمكتب تقول لهم بليز اقفلوا الاسايلم جات لي اللوتري ادي اوراقي ذاتس ماي تيكت ام كلوزنج وذروينج ذا اسايلم ام جونا تيك جرين كارد عن طريق السفاره. طيب هناخد اخر مكالمتين معانا اربع دقايق بالظبط. ناخد الاستاذ شكري. مساء الخير. اهلا مساء الخير. كان اكلم الاستاذ جيهان. اتفضل. ايه سامعك استاذ جيهان؟ انا امريكان سيتيزن واتجوزت من مصر طبعا عملت ورقها من هنا وكل حاجه قابلت رحت السفاره خدت الفيزا وجت هنا نيويورك بعديها باسبوع خدت الجرين كارت مؤقت بسنتين. ففاجئ يعني قبل سنتين ما تخلص بحوالي شهرين جاني جواب ان انا لازم اقدم I-751. yes. ده قانون جديد ده ولا ايه؟ لا ده قانون طول عمر موجود. 90 يوم قبل انتهاء الكونديشنال جرين كارد لازم تقدم على I-751 يا اما المدام تتحط ترحيل. ديفينتلي 90 يوم قبل انتهاء الجرين كارد انتوا لازم تحسبوا المده ولازم تقدموا I-751 والI-751 لازم انكلود every joint document you have together في خلال السنتين اللي فاتت. ده مش يعني قانون جديد يا فندم. يعني الدوكيومنت ديت كل الجوينت دوكيومنتس بتاعتكم عندكم اولاد عندكم بنك اكاونت عندكم بيت باسمكم عندكم انشورنس كار ريجستريشن كار يو نو ليس اجريمنت كريدت كاردز بنك ستيتمنتس. طب هو الاولاد ما طبعا مولودين هنا في امريكا لازم احطهم؟ لا مش هتحط كوبي من البيرث سيرتيفيكت بتاعتهم. احط السيرتيفيكت بتاعتهم. يعني بالنسبه للاولاد انا بتكلم معاهم على عشان شفت انا الاستمارات دي ومكتوبه يعني تشايلد فيرست وتشايلد سكند بس دول يعني انا مش بقدم لهم على جرين كارد ولا لا يا فندم انت لامهم بس. لا يس يا فندم. يعني لازم احط لهم الشهاده بتاعت شهاده الميلاد بتاع الاولاد. دي احسن اثبات ان الجوازه حقيقيه ان في عيال. اوكي. وبالنسبه للبنك اي ستيتمنت بنك ولا اي حاجه؟ يس يا فندم. بس انا ما عنديش حاجه باي باسمها خالص. لا المفروض تعمل حاجات باسمها يا فندم كريدت كاردز وحاجات كده. طب دلوقتي يعني الجرين كارد اللي معاه المؤقت ده هينتهي بقى له يعني فاضل له شهرين وينتهي ولسه يا فندم بسرعه لازم تقدم as soon as possible عشان ما تحصلش مشكله. طب لو حصل مشكله هيكون المشكله تكون ايه يعني؟ تتحول ترحيل يا فندم. تتحول تاخير؟ لا ترحيل. ترحيل من هنا من امريكا؟ يس. اوكي شكرا. معانا ايلين على التليفون. مساء الخير. اخر مكالمه. ايلين؟ ايلين معانا؟ ايلين معانا على التليفون؟ اهلا بحضرتك. عندي واحد قريبي معاه جنسيه من اوروبا وهيعايز يجي هنا اهوت وهيجي زياره الاول. فلو حب يجي ويقعد لما يجي اول مره يطلع الباسبور الاوروبي ولا يطلع الباسبور المصري؟ طب هتفرق في ايه اذا كان يطلع المصري ولا الاوروبي؟ انا مش قادره افهم ايه مغزى السؤال. اللي معاه بسمع اللي معاه جنسية من اي دولة اوروبية. لو حب يعمل هنا هو لا ما ينفع هو ما ينفعلوش الاسايلم يا مدام. خلاص معاه باسبور دولة اخرى ما ينفعش الاسايلم. It's not an option. ماشي لو خفاه يعني طلع لا ما بيبقى عندهم ركرة السفارة الامريكانية هو هيخش ازاي؟ واخد هياخد فيزا على الباسبور المصري بتاعه؟ لا أنا معرفتي هو السفارة دايما بتاع لو حضرتك ما ينفعش يا مدام صدقوني ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. It's not an option. لا It's not an option. لا ممكن عن طريق الفلوس والإنفستمنت والبزنس والجواز والفهمة
الجامعة حاجات تانية، لكن اللجوء لا يصلح لشخص مع يا إقامة أو جنسية في دولة أخرى. طيب شكرا شكرا أعزائنا المشاهدين، ربنا يبارك معاك. ثانك يو حبيبتي. وبتأسف على المكالمات اللي ما قدرناش ناخدها، انا عارف ان كان في ناس كتيره جدا على هولد وناس كتيره برضو قفلت ما قدرتش تخش، اتاخرنا في المكالمات يعني كانت كتيره، فبأسف جدا. بس طبعا المحاميه الاستاذه جيهان هتبقى معانا في مرات تانية كتير باذن ربنا ان شاء الله. جيهان بحب اقول لك ميرسي خالص خالص على يور كامينج النهارده وعلى خدماتك الجميله اللي دايما بتقدميها للجميع. الله يخليكي، ميرسي جدا على استضافتي. ميرسي خالص. أعزائنا المشاهدين، جينا لنهاية الحلقة، وأحب أطمن الناس زي مدام جيهان النهاردة قالت ما تقلقوش من حكاية الأسايلم، إن هي بتاخد وقت جامد جدا عشان الضغط جامد في الولايات كلها هنا في أمريكا، فما تقلقوش إن بيجي لها مكالمات كتيرة جدا، وهي بيجي لها مكالمات كتيرة قوي قوي في المكتب، ما لسه ما حدش كلمني، لسه ما فيش أبروفل، إيه اللي حصل؟ فالضغط عالي جدا جدا في أمريكا طبعا، إن مصر كلها عايزة تيجي هنا، فما تقلقوش وإن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة. وأحب أشكر كل اللي بعتولي إيميلز وكلموني في تليفون سألوا عليا، أنا ما كنتش موجودة في البرنامج بتاعي الأسبوعين اللي فاتوا لظروف خاصة. بحب أشكركم جدا جدا لسؤالكم، أقول لكم وحشتوني، والنهاردة مبسوطة أن أنا شفتكم، ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي يوم الخميس الساعة 7 وبرنامج مش لوحدك. تصبحوا على خير، اذكرونا دايما في صلواتكم، وإلى اللقاء. We'll be right back.